بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس دائما وابدا، معكم كل الاخبار والانفرادات والتفاصيل. حلقه مهمه جدا النهارده. الحلقه النهارده هنتكلم فيها على الدوري العام، هنتكلم فيها على كاس مصر، هنتكلم فيها على بطوله اوروبا، هنتكلم فيها على الدوري الاوروبي، هنتكلم فيها عن القسم الثاني، هنتكلم فيها على كل ما يخص الكره المصريه والاوروبيه. حلقه اتمنى انها تكون ساخنه وتعجبكم. عندنا كمان مفاجآت في اتصالات هاتفيه وايضا اتصالات عبر الزوم، يا رب تعجبكم النهارده لان احنا رايحين بره شويه النهارده. هاشتاج حلقتنا النهارده بيقول الدوري مع شوبير، وسؤال الحلقه برايكم هل خرج بيراميدز من المنافسه على الدوري بعد تعادله اليوم مع الجونه؟ تبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. كالعاده موجز الاخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع خطط ومشروعات وزاره الرياضه والشباب خلال اجتماعه مع الدكتور اشرف صبحي. تعادل يبدو عادلا عن طريق راس عمر السعيد الذي يتالق مع الجونه ويسجل ثالث اهدافه مع بيراميدز، وتعادل سلبي في مباراه ضعيفه بين الانتاج الحربي وام بي. فوز هام جدا للاتحاد السكندري وفي الوقت المناسب امام وادي دجله الذي تزداد مصاعبه في البقاء في الدوري العام، 8 مباريات لم يحصد سوى نقطه وحيده، والاتحاد يستعيد التوازن بهدف في الوقت بدل الضائع 2-1. في يوم واحد مباريات الكأس للأهلي والزمالك وبيراميدز، الأهلي مع النصر في استاد اسكندرية، بيراميدز مع العبور في استاد الدفاع الجوي، الزمالك مع حرس الحدود في استاد السويس الجديد، كل ده في شهر رمضان المبارك، يعني في يوم واحد وتوقيت واحد الساعة 9:30. قلنا يا جماعة خلي بالكوا، كثرة التأجيلات بسبب وبدون سبب بتسبب مشاكل. الزمالك كان بس هو اللي طالب التأجيل، اضطرينا الثلاث ماتشات يتلعبوا في يوم واحد. اتحاد الكرة بيعلن مواعيد 7 جولات جديدة من الدوري العام ومواجهة الأهلي والزمالك في أقل من شهر، 18 إبريل و10 مايو على استاد القاهرة على بركة الله. في خطوة بعتبرها إلى حد ما جيدة، مباريات المصري انتقلت إلى استاد اسكندرية بدلا من برج العرب، بدءا من مباراته امام بيراميدز 2 مارس المقبل عقبال ما يلعبوا في بورسعيد باذن الله. في اجتماع لم يعلن عنه من قبل، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع مع الجهاز الفني، اجتمع مع لجنه التخطيط، ثم حفله غذاء للاعبين او دعوه غذاء للاعبين، ويعني الاجتماع كان مع اللعيبه كان اجتماع قصير، لكن مع الجهاز الفني كان اجتماعا مطولا. خطوة على الطريق الصحيح، إدارة نادي الزمالك تقرر إعادة العضوية العاملة للأستاذ ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، خطوات كلها تحسب لإدارة النادي الحالية. الحمد لله على السلامة للكابتن محمد عبد الشافي، شارك في التمرين، ألف حمد لله على السلامة. وأيضا محمود الونش بيشارك في التدريب، وحازم إمام بيواصل التأهيل، ألف سلامة على المصابين. واخيرا يعود نجم النادي الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي على راس القائمه للدخول في معسكر بالعين السخنه استعدادا لمواجهه النادي الاهلي، قوه كبيره في صفوف النادي الاسماعيلي. الحمد لله على السلامه يا عبد الرحمن. على عكس ما كنت متوقع انا شخصيا، نامونجو التنزاني بيخطف بطاقه التاهل من بريميرو دي اوجوستو الانجولي ويصبح في مجموعه بيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه. وفي نبأ سار للكرة الليبية، الاتحاد الافريقي بيرفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد استقرار الاوضاع الامنية، وبالتالي مصر ستلتقي مع ليبيا في تصفيات كأس العالم في ليبيا وليس في ملعب محايد. يبدو ان اخبار تدريب تيري هنري لاحد الفرق الانجليزية اصبحت صحيحة بعد ان اعلن مونتريال الكندي عن رحيله لاسباب عائلية، وعاد بالفعل الى لندن تيري هنري. بعض التقارير الصحفية الأوروبية بتؤكد أنه استضافة منافسات بطولة أوروبا 2020 مؤجلة لهذا العام،
قد تقتصر على انجلترا فقط لا غير. والكورونا ما زالت تلقي بظلالها على الدوري الايطالي. رابطة الدوري الايطالي بتعلن تأجيل مباراة تورينو وساسلو اللي كانت مقررة الجمعة بسبب فيروس كورونا. في خطوة عملية تؤكد ان المسؤولين عن تنظيم اولمبياد طوكيو سينظمون البطولة والناس ستقام في موعدها. منظمي الاولمبياد بيأكدوا انه الجماهير سيكون لها حق حضور مسار الشعلة مع حظر الهتافات والتشجيع. وتحذير من العيار الثقيل من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال انه اذا استمرت قصة المنشطات في رفع الاثقال ستستبعد لعبة رفع الاثقال من أولمبياد باريس 2024. واخيرا رسميا وكما كان متوقعا ادارة النادي الاهلي تعلن رفضها قرار استكمال الموسم الماضي بالقوائم القديمة. وده اللي انا ناقشته مع المهندس هشام نصر قلت له بختلف معاك تماما في هذا القرار سننتظر قرار الاتحاد. قبل ما نروح للقطاتنا النهاردة الحقيقة يعني الحقيقة بنعي وبعزي واحد من خيرة من انجبت الملاعب المصرية خلقا واداء واحتراما وانضباطا كابتن محمد زمزم نجم المقاولون العرب السابق بعد صراع طويل مع المرض انتقل الى رحمة ربه اليوم ربنا يرحمه ويغفر له. يعني زمزم كان من الشخصيات الجميلة اللي كنا بنحبها كلنا كان شخص هادئ ومتزن ووديع جدا وشديد الادب وشديد الاحترام. الحقيقة انا ما شفتش منه على مدار حياتي يعني لانه زميلته شوية في الملاعب وايضا كان في تواصل لفترات كثيرة بينا. شخصية محترمة جدا ده الجيل الذهبي لفريق المقاولون العرب اللي حاز على بطولة افريقيا. كابتن زمزم كان واحد من الاساسيين اسماء عديدة موجودة هنا هتلاقي الشيشيني وجمال سالم وعلاء خليل وزمزم ومجد درويش والشيشيني وناصر محمد علي ومحمد يونس وعلاء عبد الحفيظ ومحمد عمر وحمد نوح وعلاء نبيل ونبيل ابراهيم. قلت جمال سالم مجدي يمكن مجدي كامل او يعني قلة موجودة هو قاعد كمان يعني عدد من اللاعبين المحترمين الحارسان علاء خليل ومحمد يونس. الحقيقة كان جيل ذهبي للمقاولون العرب. اللي جالس تاني واحد ده من اليمين خالص ده كابتن زمزم الله يرحمه اللي واقف بالقميص والبنطلون ده كابتن جمال عقاد وجنبه كابتن حمدي نوح. ربنا يرحمك كابتن زمزم ويغفر لك لانك بالفعل كنت احد الشخصيات الطيبة الجميلة. كمان بننعي المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد الاسبق. الحقيقه ده من الشخصيات اللي غيرت شكل الاداره الرياضيه في الانديه الاجتماعيه ونقل نادي الصيد نقله تانية خالص وارتفع بشكله وقيمته وقامته. من الشخصيات المحترمه الجميله اللي كان لها دور رياضي ودور استثماري في مصر يعني ربنا برضو يرحمه ويغفر له ويغفر لنا جميعا يا رب ان شاء الله. شوفوا اللقطات دي وبعد كده عندنا حلقه نار.
استشار السيد رئيس الجمهورية، وخرج السيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ليتحدث عن هذا الاجتماع. لكن خلينا نرحب بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. مساء الخير يا سيد الوزير. كابتن شوبير مساء الفل. ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني اعتقد انه حضرتك من اكثر الوزراء اللي التقى بيهم سيادة الرئيس، وهذا يعكس مدى اهتمام السيد الرئيس والدولة بالملف الرياضي، خصوصا الحمد لله اننا بنستقبل الان كل شهر واقل من شهر كمان حدث ما بين عالمي وافريقي ودولي، اهم ما دار في هذا الاجتماع يا فندم. هو طبعا الحمد لله شرفنا النهارده بلقاء خمسه الرئيس اللي دايما يعني بيوجه لحاجات كثيره جدا في مجال الشباب والرياضه، لاهتمام سيادته بهذا المجال وبشباب مصر وايضا بالرياضه المصريه وتطويرها على كل المستويات، في وجود طبعا يعني معالي المستشار رئيس الجمهوريه السيد اللواء محمد امين، وايضا العرض على سيادته الخطط ورؤى واستراتيجيات وزاره الشباب والرياضه وبصفه خاصه في القطاع الاقتصادي والقطاع الاستثماري والتطوير المستقبلي وايضا القطاع الخدمي. احنا طبعا يعني تم عرض استراتيجيه او تحديث استراتيجيه وزاره الشباب والرياضه في الرياضه. في الحقيقه احنا عملنا او قضينا بروتوكول تعاون مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا دكتور اسماعيل ابو غفار، لعمل استراتيجيتين بشكل علمي وبشكل ميداني تطبيقي، استراتيجيه الرياضه وتحديثها 2026 21-26 وايضا الاستراتيجيه الوطنيه للشباب. في الحقيقه انهينا الاستراتيجيه الرياضه وخطتها ومحاورها واهتماماتها بشكل كبير وبشكل رقمي، ووجهنا فخامه الرئيس طبعا من خلالها لزياده الاهتمام بكل الرياضات والالعاب الفرديه وايضا التخطيط لفترات طويله للرياضه المصريه، وكذلك بالنسبه لرياضه التنميه والصحه والاهتمام بيها ولكل فئات المجتمع، وازاي يكون يعني الجانب الصحي ربطه مع الجانب الرياضي في كل مشتملاته. هو سيادة الرئيس دائما وابدا بيؤكد ان الرياضه مساله امن قومي، واعتقد ان اللي شفناه خلال السنوات الماضيه بيؤكد ان هذه المقوله بيتم تنفيذها بحذافيرها. من الحاجات اللي اسعدتني جدا يا فندم انه كان هناك حوار حول المدينه الرياضيه في مدينه سلام بشرق بورسعيد اللي بتتضمن انشاء استاد حديث وعدد متنوع من المنشات الرياضيه. يعني ده خبر مهم ليس لابناء بورسعيد فقط ولكن للمصريين جميعا. يا ريت تقول لنا لو هناك يعني اسرار او خطوات احنا مش عارفينها تفرح الناس بيها يا فندم. اكيد اهتمام سيادته كمان استاد بورسعيد وتطويره يعني اهتمام كبير جدا في بورسعيد استاد الاساسي يعني. نعم. اهتمام سيادته بيه وتوجيهات سيادته، وايضا تطوير مدينة سلام شرق بورسعيد، وده يعني شيء موضوع مهم جدا للتطوير. يعني الاستاد مستمر والمدينة ستنشأ يا فندم؟ طبعا الاستاد مستمر. نعم. ووجه سيادته ليه ويعني بنشوف يعني حاجات كتير ازاي تعمل ومفاهيمه مع التنسيق مع السيد المحافظ. نعم. والجانب الاخر طبعا المدينة الرياضية المتكاملة. أيوة. في تطوير يعني كبير هتشهده مدينة سلام في تطوير كامل يعني على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني بعد طبعا الأنفاق الجديدة في بورسعيد. نعم. والمشروع العملاق الكبير الأنفاق يعني من غرب. نعم. الشرق القناة. طبعا وجه سيادته بحاجات كثيرة جدا ان شاء الله احنا بنقوم بيها على الصعيدين يعني او في هذا الجزء يعني، وايضا في الاستراتيجيه الوطنيه للشباب واللي بنجريها بشكل كبير جدا على كل قطاعات الشعب المصري او الشباب. نعم. المصري من خلال الاكاديميه العربيه ايضا وصندوق الامم المتحده تعاونا مع صندوق الامم المتحده للسكان. نعم. اللي بيها عملنا لقاءات كثيره جدا وتطبيق يعني استبيان واخذ اراء الشباب في قطاعاته، بدانا بصعيد مصر في الحقيقه واكثر من يعني مكان على المستوى المصري،
ومجموعه من الشباب هم اللي بيطبقوا هذه الاستراتيجيه اللي يعني تتوجه بيها بالاهتمام بالشباب، وايضا اعلان عن مشروع المصفوفه الوطنيه للشباب كياني اللي بدا تدريب فيها دلوقتي، وان شاء الله خلال شهر ابريل هنطلق اكبر يعني بلاتفورم او مصفوفه كبيره جدا واطلقنا عليها كياني. وطبعا الاهتمام بان مصر تكون هاب دولي او جاذبه لاستضافه الاحداث الرياضيه الكبرى لابعد مدى، وده بيخدمه بتوجيه سيادته بتطوير البنيه الاساسيه اللي اصبحت طفره كبيره جدا في كل المجالات. نعم بشكل يعني الحمد لله، وده شفناه الحقيقه في يعني مثلا في العاصمه الاداريه في الصاله المخصصه لكره اليد، واللي كانت يعني شيء يعني يدعو للزهو والفخر. كمان من ضمن اللي انا قريته يا فندم من في هذا الاجتماع انه سير العمل بكل من مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه ومدينة الخيول العالمية مرابط في العاصمة الإدارية الجديدة. يعني فاجئتونا بالصالة المغطاة في كأس العالم لكرة اليد، المفاجآت دي هنشوفها إمتى على أرض الواقع، سواء المدينة الرياضية في بورسعيد أو هذه المنشآت الجديدة في العاصمة الإدارية بإذن الله. أكيد العاصمة الإدارية تشهد طفرة أيضا مكملة، المدينة الأولمبية اللي فيها يعني كل ما تتخيله من يعني يعني مكونات وعناصر اولمبيه اللي هتساعدنا ان احنا لاي واكبر الاحداث ان احنا نستضيفها، بما فيها طبعا يعني الخيول والرمايه ان شاء الله اللي هيكون بعد كده اكبر ميدان رمايه على مستوى العالم، اكبر الميادين اللي هتكون موجوده مع الاولاد مع حاجات كثيره جدا. يعني الطفره اللي هتكون على نهايه السنه ان شاء الله يكون في ظهر حاجات كتيرة جدا. أيضا وجه سيادته على الاستخدام المكتسب يعني والطي الاقتصادي لاستخدامات وتطوير هيئة استاد القاهرة، وده يعني إن شاء الله يعني فيه استخدام في برامج كتيرة جدا اللي من خلال توجيه سيادته إحنا مع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادي والزملاء إن إحنا نطور فيها في هيئة استاد القاهرة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى التطوير اللي شايفه من خلال تطوير مجمع الصالات وتطوير يعني استاد الكوره، لكن الاستخدام المجتمعي سيادته اهتم بيه ووجه بيه ان شاء الله نقوم بيه في القريب العاجل بهذا التطوير بما عرضناه على سيادته باذن الله. طيب سياده الوزير، خلينا يعني نتفائل او يعني نطمع او نحلم انه بعد تنظيم كاس العالم لكره السله للشباب، تنظيم بطوله افريقيا لكره القدم بهذا الشكل الخرافي، ثم البطولة المؤهلة للدورة الأولمبية أيضا أفريقيا تحت 23 سنة، ثم الحدث الأكبر بتنظيم كأس العالم لكرة اليد في حضور 32 دولة في الوقت أن معظم دول العالم بتعتذر أو حتى الاتحادات الدولية والأوروبية بتلغي كثيرا من الأنشطة، بنطمع أنه مع هذه البنية التحتية، مع هذا الاهتمام من رأس الدولة السيد الرئيس، مع كتيبة العمل، مع خلية النحل اللي موجودة، ان يكون عندنا احداث، يكون عندنا كاس عالم للشباب مثلا نستطيع تنظيمه قريبا، وده يكون مقدمه ان شاء الله لكاس العالم للكبار، دوره اولمبيه، ولما لا ونحن اصبح لدينا كافه الامكانيات لذلك. احنا عرضنا على سيادته كمان استراتيجيه مصر والاجنده الدوليه بصفه خاصه، احنا عندنا اصبح انا بتكلم عن الاحصاءات الدوليه اللي حطت مصر في الفتره الاخيره طبقا للاحصاءات في مصر اصبح الدول الاكثر تاثيرا رياضيا. وده احنا يعني مصر تمتلك طبقا للاحصاءات ست مدن الاولى على افريقيا وعلى المستوى العربي، ست مدن واخده ترتيب عالمي بدءا بالقاهره وشرم الشيخ والاقصر والغردقه في الحقيقه واسوان طبعا اخدين رانك عالي جدا، والقاهره بتحتل الرانك 72 على مستوى العالم. ما شاء الله رقم كبير جدا. رقم كبير جدا من مدن العالم كلها. كمان الاكثر تاثيرا على مستوى السادات، احنا يعني 12 استاد ضخم، واحنا بنحتل ايضا على المستوى العربي
والمستوى الافريقي مستوى عالي على المستوى الاسباني. يعني كمان اجنده عرضها على سيادته حتى 2036، كل الاحداث العالميه مقسمه، وطبعا بما فيها كاس العالم وامتى التوقيتات المناسبه والاولمبيكس، ايضا امتى التوقيتات المناسبه للاجنده الدوليه دي. نعم. وكاس العالم الناشئين والاولمبياد الشباب، دي كلها يعني احنا يعني عملنا لها حصر، وامكانيه التقدم والترشح والدراسه ليها على حتى 2036. طيب يعني ما شاء الله في الخطه واضح ان حضرتك يعني مرتب نفسك بشكل جيد، لكن خليني اسالك في الاحداث الحاليه الجاريه. واضح انه خلاص سمه الهدوء بقت هي الغالبه، مشاكل اتحاد الكوره هل انتهت تماما؟ مشاكل نادي الزمالك هل انتهت تماما يا فندم؟ بص حضرتك، يعني مفيش عمل انساني او اداري من غير مشكله، بس لما تظهر المشكله يعني مهما كان هي ظهرت ليه، ولما بتظهر بتكون ازمه. احنا طريقه معالجتها، لان يعني رياضه البطوله والوسط الرياضي يعني في الحقيقه في الفتره الاخيره بعض الازمات ظهرت اللي كان ممكن ما تظهرش وكان ممكن ما تحصلش، بس حصلت. نعم. فبالتالي يعني ادارتها الحمد لله في الكوره احنا احترمنا قرار الاتحاد الدولي في الفيفا، وتعاملنا مع الموضوع بمنتهى الحكمه والهدوء، لان لو الخريطه اثبتت الطريق للاتحاد الدولي الفيفا، الاتحاد الدولي هو يعني مالك قراره. نعم. الاتحاد الدولي يعني لما بيطلع بقرار وبصفه خاصه الاتحادات المحليه فهي هتطبق. فاحنا بنحترم لكن بنناقش بما يعني يوازي قانون وسياده الدوله، لكن بنناقش ازاي يتم التفاوض في القرار. وبالتالي احنا كان خريطه الطريق زي ما حضرتك عارف 31 يناير، لكن قدرنا من خلال اللجنه الثلاثيه ان احنا ناخد تاجيل ثالث للصالح العام وال يعني الكوفيد 19 اللي موجودين، وايضا قانون الرياضه. نعم. فالانتخابات هتكون بعد الاولمبيكس يعني بعد شهر 7. نعم. واصبح كل المؤسسات الرياضيه، كل المؤسسات الرياضيه هتكون في وقت واحد. نعم. يعني لو تفتكر المؤسسات بنتكلم على الاتحادات والانديه. اتحاد وانديه. تمام. يعني كل الانتخابات هتكون في توقيت واحد، مفيش يعني الفتره او يعني ابتداء من شهر 8 بتنطلق الانتخابات في كل المؤسسات الرياضيه في مصر. كل المؤسسات الرياضيه طبقا لقانون الرياضه من اول 8 حتى نهايه 10، صح كده يا فندم؟ 31/10 ده طبعا قبل السنه الماليه. نعم. زي ما حضرتك عارف طبقا للقانون واللوائح، ويعني هتكون الفتره كلها حتى ديسمبر، يعني بعد كده اللي هي يعني ان شاء الله يكون الانتخابات لكل المؤسسات. احنا قدرنا يعني نخلي كل المنظومه بهذا الشكل، وبعض الاتحادات اللي هي فيها لجان تأثير او الانديه هي يعني بنستمر باستقرار وبنحاول يكون الامور مستقره حتى هذه الفتره. تعديل قانون الرياضة، هل بالفعل بدأت خطوات تعديل بعض المواد في قانون الرياضة؟ طبعا. نعم. طبعا هي احنا من السنة اللي فاتت واحنا يعني بنقول بنرحب بان في قانون جديد وتغييره بعد 40 سنة وهكذا. نعم. لكن مع التطبيق احنا بنقول عشان الامور تبقى اكثر استقرارا، احنا كان في مشوار يعني ما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين اللجنة الأولمبية وما بين يعني معايير كتير اللي بيها جدينا نقف على اهم ثلاث يعني موضوعات، تعديل في الانديه وتعديل في قانون الاستثمار وتعديل في التحكيم الرياضي. دول اهم ما التحكيم الرياضي خلاص عارفينه، لكنه الانديه ايه؟ اللوائح يا فندم، هتبقى اللائحه الانديه. في حاجات كتير جواها. نعم. دخول الوزاره في العمليه الانتخابيه. ايضا يعني ارتباطا بالموثوق الدوليه وكل حاجه، لكن نعم. دخول تام في عمليه الانديه ومجرياتها. اذا اللوائح ستتعدل من جديد. ده طبعا يعني موجود طبقا للقانون ان شاء الله. نعم. يعني لان برضو الانديه المصريه تختلف، لان الانديه المصريه مش انديه رياضيه متخصصه. نعم. انديه اجتماعيه وثقافيه ده صحيح، وعضويتها مبني تختلف عن الانديه. نعم. في اي مكان اخر، وبنحترم الموثوق. نعم. الدولية فيما يخص الجزء الرياضي اللي هو داخل الأندية يعني. نعم. فطبقا للتجريب فإن شاء الله يعني يكون أكثر إلماما وأكثر عملا بشكل واقعي وبشكل منطقي الفترة دي. سيادة الوزير، عندي شكاوى كثيرة جدا من أندية شعبية
واخرها من الاسكندريه ومن نادي الدقدوس في الاهليه. الانديه الاسكندريه كان هناك 35 نادي شعبي تم دمجها، وده عمل ظلم لبعض الانديه اللي كان عندها انشطه وعندها شباب واحياء شعبيه فيها 100,000 و200,000 واكثر، وهم طلبوا اعاده النظر مره اخرى انه من الممكن ان يتم دمج بعض الانديه، من الممكن ان الانديه تستمر مره اخرى. هل الباب مفتوح لاعاده النظر مره اخرى في هذا الامر يا سياده الوزير؟ مفتوح جدا. نعم. وانا محاول الموضوع دوت للمستشارين في الوزاره. كويس. لان الفير فاليو او القيمه المضافه او القيمه يعني السائده لازم تكون موجوده. احنا مش خايفين على موضوع الجامعات العموميه او الاصوات لهذه الاماكن. احنا هنطبق الحوكمه. نعم. والانديه تكون موجوده. احنا انا مش قلقان من ده. نعم. بشكل او اخر. لكن ان شاء الله يعني يكون في فرص ان هذه المؤسسات تكون موجوده، وانا يعني الشاريين بيدرسوا الموضوع بشكل يعني مركز ان شاء الله. نادي في الدهليه، نادي دقدوس، ودي يعني مسقط راس الامام الشعراوي عليه رحمه الله. الناس جالهم يعني قضيه من الري عشان السور، وفجاه حبس رئيس النادي لمده سنه، والراجل بيصرخ يعني طبعا قال لك انا اعمل ايه، ده حتى كان من قبلي وحتى لو كان من اياميه، هو يعني ده حاجه للنادي مش حاجه لشخصه. وبالتالي يعني ارجو ان الوزاره يكون لها دور، لانه بالفعل احكام ولابد ان يكون هناك يعني دور. اكيد حضرتك لم تطلع او المديريه هناك ما اطلعتش حضرتك، يعني انت عارف احنا بصفتنا الاعلاميه فالناس بتلجا لنا من العشم، وعارفين ان احنا بنقدر نثير هذه القضايا، ففرصه ان حضرتك تكون موجود معانا حتى يتم بحث هذه القضايا يا فندم. طبعا كان حضرتك حق. نعم. واكيد لازم يكون لنا دور، وهوجه ده ان شاء الله للزملاء ان هم يعني يدرسوه، ورئيس النادي شرفنا يوم الاحد في الوزاره. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على كل هذه الايضاحات. انا ببقى سعيد جدا لما بلاقي سياده الرئيس بيقابل وزير الشباب والرياضه، بحس انه قابلني انا شخصيا، لانه اولا الوزير بيعرض كل ما لديه، وسياده الرئيس له تكلفات صارمه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، صارمه وواضحه كده وحاسمه، وده انتوا شفتوه، ما حدش كان يتخيل ان يبقى عندنا صاله جديده في العاصمه الاداريه بهذا الشكل، او صاله في اكتوبر لكره اليد بهذا الشكل، صالتين جداد حاجه ما حصلتش يعني. وبدانا دلوقتي ننوع، وبعدين هتلاقوا مفاجاه ان شاء الله في مدينه رياضيه كامله في العاصمه الاداريه بامر الله سبحانه وتعالى، باستاد با با بكل حاجه تبقى موجوده هناك، يزداد عندك صرح. وبالتالي لما تتقدم عشان تنظم، انا حتى قلت للوزير، قلت له الاولمبياد ليه لا؟ يعني النهارده هتبقى من ضمن المدن المصنفه على مستوى العالم بسم الله ما شاء الله، لما تبقى افريقيا رقم واحد بفارق شاسع عمن يليك، لما تبقى منافس قوي لكل المناسبات، الان يعني تضمن انك بقيت رقم في المنظومه. وبالتالي لا استحي ان انا اكلم الوزير حتى عن اصغر المشاكل واقلها، لانه كل واحد بيلعب في نادي ولو درجه 18 هو شايف نفسه ان ده حلمه وده امله. وبشكر سيادة الرئيس على هذا الاهتمام الكبير بالرياضة، الحقيقة اهتمام رائع وكبير جدا، كل الشكر وكل التحية لسيادة الرئيس، وتمنيات بالتوفيق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. طيب النهاردة كان عندنا ثلاث مباريات، مباراة من أقل المستويات فنيا شفتها، مباراة الانتاج الحربي مع إمبي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. يعني المباراة باستثناء صدتين للغندور حارس مرمى الانتاج الحربي، منهم واحدة خطأ من زميله، ما شفتش حاجة يعني المباراة. في كده كام هجمة لأبوس، هي دي ادي اول واحدة، عصام الغندور طلع في توقيت ممتاز وانقذ انفراد، وبعدها برضو في انفراد تاني، ده كان في الجزء الاخير من المباراة، برضو انفراد تاني انقذه بشكل جميل جدا. دول اللي موجودين في المباراة، يعني هم دول اللي كانوا في المباراة. هي نقطة للإنتاج أحسن من لا شيء، ونقطة لإنبي اللي كان بيلعب النهاردة من غير مدربه كابتن حلم طولان، اللي نتمنى له السلامة والشفاء بأمر الله من الكورونا. طيب نروح للمباراة التانية، وهي كانت الأفضل من وجهة نظري، مباراة الاتحاد السكندري مع فريق وادي دجلة، وتقدم وادي دجلة بهدف من ضربة جزاء صحيحة بنسبة 100%، والكل كان متخيل ان المباراه بتسير في اتجاه فريق وادي دجله، لكن الحناوي هنا هدف يعني بيتحمل جزء منه محمد عبد المنصف، شويه عبد المنصف بخبرته الكبيره برضو ارجع انصحه
جسمه زاد شويه، يعني لما جسمه قل قوي كانت ظبط جدا، جسمه زاد شويه، قلت له هنا تلاقي حسام حسن غير راضي على التعب. بص بقى اللعبه دي البطل محمد صبحي، صبحي هايل، انفراد هايل وجسم مفرود بشكل رائع، وصلاح امين هداف، لكنه اتعملت حلوه جدا من دجله، وال يعني الاستلام ثم الخطا هنا الفادح 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 لدافع نادي وادي دجله خالد رضا. وشايفين الحسره على وش محمد عبد المنصف، سبحان الله كره القدم ما بين هدف مؤكد لوادي دجله ينقذه محمد صبحي بجساره الى هدف من خطا ساذج، وبتحصل يعني لمدافع نادي وادي دجله. ثلاث نقاط غاليه جدا اتحاد السكندري رفعته بقى الى المركز العاشر، بقى ب 18 نقطه، ويظل له مباراتين يعني اقل من مصر المقصه والجونه والانتاج الحربي والمولين العرب، دول بس لعبوا 14. في حاله فوز الاتحاد يعني الموقف عنده يتحسن جدا لو وصل ل 14 مباراه، بس بشرط انه يفوز، لانه المباراه اللي فاتت اسوان الحقيقه ادى مباراه رائعه وفاز على الاتحاد السكندري، وكان الاستاذ محمد مصلحي رئيس النادي كانت جات له ازمه صحيه عقب هذا اللقاء، لكنه الحمد لله بقى كويس وتماثل للشفاء. مباراه ثانيه كانت ما بين بيراميدز اللي لاعب 13 مباراه، اصبر بس يا نصر شويه عليها شويه، الله يسترك، اصبر يا نصر عليها شويه. بيراميدز لاعب 13 مباراه مسجل 16 هدف داخل مرمى 13 هدف، عنده 19 نقطه في المركز السابع، ده بيراميدز. ناخد الاهلي لعب 9 مباريات يعني اقل 4 مباريات من فريق بيراميدز، عنده 21 نقطه مسجل 19، يعني مسجل اكتر من بيراميدز اللي لاعب 13 مباراه مسجل اكتر منه ب 3 اهداف، وداخل مرمى 4 اهداف فقط، وبيراميدز داخل مرمى 13 هدف والنقاط 19. الغريب بقى انه بيراميدز بدا البدايه السعيده، اسامه جلال قبل ان يصاب وهو مكسب للفريق بالتاكيد سجل هدف ضربه ركنيه اتكررت اكتر من مره، اتعملت حلو ما بين اسلام ورمضان، واسلام عمل العرضيه توفيق سوء توفيق من احمد عادل اللي كان نجم المباراه بعد اللعبه دي، يعني دي كانت في الدقيقه 9 هي اول لعبه، ده سوء التوفيق لاحمد عادل واسامه جلال بيسجل، لكنه قبل النهايه وعمر السعيد سبحانك يا رب برضه، يعني عمر السعيد ما بيلعبش خالص في الزمان، دلوقتي في مباراتين مع فريق الجونه بيسجل 3 اهداف، 2 في المقاولين وواحد في بيراميدز. بص اللعبه دي وبص شريف اكرام، يعني الحقيقه تحسب جدا لشريف اكرام، يعني كانت النقطه اللي في ايديهم كمان كانت هتضيع، ما فيهاش اوفسايد على الاطلاق، واتحطت مره واحده بفدائيه شريف انقذ هدف مؤكد وحافظ على نقطه لفريق بيراميدز. واحنا سالنا النهارده هل حضرتك شايف ان بيراميدز لسه في المنافسه على بطوله الدوري العام، ولا الدنيا كده هربت منه على مستوى البطوله المحليه؟ خليني احلل يعني من وجهه نظر الشخصيه، لما هنتكلم على الرباعي الذي انضم الى بيراميدز شريف اكرامي اكبر كسبان، يعني اكثر واحد حقق مكاسب شريف اكرامي. هتقول لي يا عم انت لسه بتقول دخل مرمى جوان، اه بس هو اكبر الكسبانين، شريف بيلعب اساسي بيأدي بشكل كويس، كل ماتش بيشيل له كوره كورتين، حتى لو بيدخل فيها اهداف ما فيش حارس ما بيدخلش مرمى اهداف، لكن هو اكبر الكسبانين، وكان الاحتياطي النهارده احمد الشناوي. طيب نروح على احمد الشيخ، لعب جاب جون في الزمالك ولعب ماتش بان بعد كده وخرج للاصابه ولم يعد حتى هذه اللحظه، فما نقدرش نحكم على التجربه اذا كانت جيده او مش جيده. احمد فتحي اصيب وابتعد وبعدين النهارده رجع، احمد فتحي النهارده نزل في الدقيقه 85، الدقيقه اللي نزل فيها كان الكورنر بيترفع وفرقه الجونه بتجيب هدف التعادل، حتى كابتن حازم امام قال ملحوظه مهمه جدا، يعني خلينا بقى نصر لا يا ريت تكمل يعني من الاصل كده نكمل، لان هي دي اللعبه اللي نزل فيها فتحي، والحقيقه تفكير غريب لانه عجبني حازم امام قال في كورنر عليك وانت مطلع مين؟ مطلع ساعتها ديجو رولان ومطلع اسلام عيسى، خلينا ديجو رولان يعني محمد فاروق بدل من اسلام عيسى واحمد فتحي بدلا من ديجو رولان. في دايما في الكرات الثابته اللعيبه الطوال المهاجمين رؤوس الحربه لازم تلاقي له مهام دفاعيه، احمد فتحي بس على ما يقف ويتدور ويعدل نفسه في الملعب مش هيلحق،
فانت النهارده انت بتغير والكره ثابته شغاله. هو نزل، بص حضراتكم نزل على الكورنر اهو، احمد فتحي نزل على الكورنر، فما يقدرش لسه حتى يلف على ما اتلعبت على ما وقف جون. ف لكن المكاسب لفتحي حتى هذه اللحظه صفر، لشريف 100 100، احمد الشيخ ما لم يظهر، لرمضان رمضان بيجتهد الحقيقه وبيحاول وبيجيب اجوان و و و، لكنه الاضواء بقى. ما هو هنا مثلا طبعا مع كل احترام بس عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، يعني لما بتكون بتلعب مثلا في برشلونه او في الريال ممكن تكسر الدنيا مع اشبيليه او ممكن تكسر الدنيا مع اي نادي تاني يعني، لكن بيظل البارسا والريال ليهم رونق وبريق، الاهلي والزمالك ليهم رونق وبريق، وبالتالي رمضان بيحاول وبيموت نفسه وبيجيب اجوان وبيضيع اجوان وبيصنع اهداف وبيجيب في افريقيا، لكنه الاهلي والزمالك الشعبيه الاعلام كل شيء، الظهير اللي موجود الظهير الجماهيري والظهير الاعلامي، قد تكون هناك مكاسب ماديه ما فيش فيه فصال، لكنه على ارض الواقع المكاسب المعنويه انا مش شايفها موجوده عند رمضان. عبد الله السعيد الحقيقه السنه اللي فاتت عامل موسم هايل، السنه دي الظروف عنده مش حلوه بسبب الاصابات الكتيره يعني، فما اقدرش يعني، لكنه بالمجمل عبد الله طبعا استفاد من هذه التجربه. ده كل ما يخص مباريات الدوري النهارده. الزمالك طبعا في الصداره ب 29 بونت من 12 مباراه، المقاصه 23 بونت من 14، والاهلي 21 من 9، والمصري 21 من 12، وسيراميكا 20 من 13 مباراه. خلينا اقول لكم بس، تم الاعلان عن جدول مباريات الدوري العام، السبع جولات الجديده هحطها لكم على الشاشه عشان تبقوا عارفين الدنيا شكلها عامل ازاي. لكن اللي يهمني انه الاهلي والزمالك هتبقى 18 ابريل، ومباراه الدور الثاني هتبقى 10 مايو باذن الله، و14 ابريل زي ما قلت لكم موعد لمؤجلات كاس مصر للفرق الاهلي والزمالك وبيراميدز بدور ال 32، وبطوله دور ال 16 لكاس مصر ان شاء الله هيبدا من يوم 8 مارس. كل التمنيات بالتوفيق للجميع، واحاول اغطي لحضراتكم جدول المباريات المقبل حتى على الاقل الخاص بالاهلي والزمالك. النهارده كان في خبر سعيد لاخواننا في ليبيا، بنبارك لهم ونهنيهم ان الاتحاد الافريقي رفع الحظر عن اللعب في ليبيا بعد الحمد لله ما يحدث من تطور على الساحه السياسيه، ومصر لها دور كبير جدا في هذا الامر ليس مجاله الان، لكنه الامور عادت بشكل جميل، والنهارده حاله من السعاده في الجانب الليبي. خلينا نروح للزميل العزيز الاعلامي الليبي مؤيد اسكندر. مساء الفل عليك يا مؤيد والف مبروك. اهلا وسهلا بك كابتن احمد، تحيه لكل الاخوه المشاهدين ولشعبنا العزيز واشقائنا دائما الشعب المصري اللي دائما ما يكون سعيد باي خبر طبعا يكون مميز بالنسبه للكره الليبيه. طبعا يعني قول لي يعني كواليس هذا الخبر الحقيقه اللي كنا بننتظره من زمان، وهل اللعب هيبقى في مدينه واحده ولا اكثر من مدينه في ليبيا الشقيقه؟ نعم طبعا فيما يخص ملف رفع الحظر عن الملاعب الليبيه هو ملف كبير وشائك حقيقه، ارهقنا بسبب التوترات اللي حدثت داخل البلاد ربما اكثر من 6 أو 7 سنوات، والحظر مفروض على الملاعب الليبيه. نعم. تاثر ذلك على النتائج وكذلك مستوى الفرق، يعني دائما رغم ذلك الفرق الليبيه تقدم في مستويات لا باس بها وبعضها حتى مشرفه، ودائما ما يكون لنا حضور. اليوم ربما هي مساعي استمرت من سنوات، خصوصا مجلس الاداره الحالي برئاسه الفقيه الراحل جمال الجعفري. كانت هناك زياره اولى عن طريق بيرون ميسينجو اللي هو رئيس الاتحادات الافريقيه بالمنطقه والمكلف من الفيفا. تبع ذلك ربما مساعي كبيره قامت بها بعض الانديه بمجهودات تصنف بانها فرديه حقيقه. عندما نتحدث عن فريق الهلال الذي استضاف جرمهية الكيني، فريق الاهلي طرابلس هو الاخر، قام بالعديد من المباريات الوديه مع فرق افريقيه. عزز ذلك ربما تتويج لهذه الجهود من خلال المساعي اللي قام بها رئيس الاتحاد الكوره الحالي واللي هو عبد الحكيم الشلماني والفريق المصاحب ليه. نعم. قاموا بتقديم مذكره وتضمينها في جدول اعمال اجتماع المكتب التنفيذي السابق، على اثر ذلك تم ارسال وفد لمعاينه
الأوضاع الأمنية وحالة الفنادق وكذلك كل الظروف من أجل المساعي لرفع الحظر. جاء جبريل حميد اللي هو رئيس الاتحاد النيجري واللي كان على رأس هذا الوفد، أيضا إيميرو اللي هو رئيس لجنة الأمن والسلامة، كذلك التونسي محمد الإمامي والعديد من الأعضاء، وفد تكون من 5 أشخاص. هذه الزيارة ربما أخذت صدى كبير مؤيد اللعب حيكون في طرابلس ام بنغازي ام طبرق ام درنا ام اي من المدن ام كل المدن الليبيه؟ يخص اللعب وفقا للقرار اللي اعلن عليه اليوم رئيس الاتحاد الليبي لكره القدم انه راح يكون في ملعبي شهداء بنينه بدرجه اولى وكذلك ملعب طرابلس الدولي. ربما هناك بعض الملاحظات والتوصيات واللي من خلالها سيتم تعديلها وتصحيحها فيما يكون. الملعبين دول في طرابلس يا مؤيد؟ لا، ملعب شهداء بنينه راح يكون في مدينه بنغازي. نعم. واللي هو الاقرب لاحتضان مباراه ليبيا وتونس في منافسات الكان، وكذلك فريق الاهلي بني غازي في دور المجموعات من كاس الكونفدراليه الافريقيه. ايضا ملعب طرابلس هو الان يخضع لبعض الترميمات بحيث يكون جاهز في مده لا تتجاوز الشهر. هي ملاحظات بسيطه، الجانب الامني كان موفق، الدوله تكاتفت مع المجتمع الرياضي، قدمنا رسائل كبيره جدا للكاف وكل هذه. طيب سؤالي الثاني يا مؤيد، هل رفع الحظر عن مسابقات الكاف فقط ام ايضا مسابقات الفيفا؟ نعم، هو فيما يخص رفع الحظر الى حد الان حول تصفيات الكان بالدرجه الاولى. نعم. ومنافسات الانديه. فيما يخص الفيفا، كما نعلم ان هناك زياره ستقام في الايام القادمه لوفد من الفيفا كما اشار نصر صوعي، وكذلك هذا الرفع يعتبر لتصفيات المؤهله للمونديال وكذلك بطولة الأمم الأفريقية القادمة وتصفيات الأندية. بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز مؤيد اسكندر الإعلامي الليبي، وخلص التهنئة من جديد لإخواننا الأعزاء في ليبيا. بسرعة كريم فؤاد، يبدو أنه قريب من النادي الأهلي، واضح أنه في اتصالات مع اللاعب ومع وكيله. قعدة الكابتن خطيب النهاردة مع موسيماني، اتكلم على المرحلة الجاية، على ضغط المباريات، على قوة المباريات، أنه الالتزام، انه الانضباط، انه الاهلي ما بيلعب في اي مباراه او اي بطوله هو مطالب بالفوز ومطالب بالانتصارات. وعملوا بعد كده دعوه عشاء، لكن كان في اجتماع مطول جدا بين الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط مع موسيماني وجهازه المعاون. ده اهم ما في الاهلي. في الزمالك زي ما قلت لكم قعدت عضويه الاستاذ ممدوح عباس مره اخرى، وفي احتمال كبير يكون في اجتماع في تونس على هامش مباراة الزمالك والترجي مع وكيل فرجاني ساسي لإنهاء صداع ملف التجديد مع اللاعب. والزمالك كمان بيترقب اختار الفيفا بنتائج مناقشة قضية الشمبونج، والزمالك هيطعن على هذا القرار. يعني اللي هيحصل ده مش قرار نهائي. وعواد عمل بيان رسمي لأنه الدنيا هاجت امبارح على صورة هو قاعد ومش عارف ايه قدامه، وقال لك أنا بتمرن وفي كامل تركيزي رغم إن أنا بشعر بالظلم كمان هناك. ده يا ساتر، كريم الديب لاعب اتحاد سكندري رباط صليبي، ربنا يشفيه، ده ولد عامل موسم هاير الحقيقه، نتمنى له يا رب التوفيق. مش اول مره يغيب بس الاصابه دي دمها تقيل شويه، ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب باذن الله. لامونجو التنزاني كان خسران 3-1 مباراه الذهاب امام اول اغسطس، كسب مباراه العوده 6-2 وانضم الى نكانا الديفلز والرجاء في مجموعه نادي بيراميدز. ده أهم ما لدينا من أخبار أعزائي المشاهدين. خلينا نروح لفاصل، والجزء الأول كابتن أحمد مجدي والزميل عزيز أمير عبد الحليم، وطرح كل الأحداث الكروية في العالم أجمع. الجزء الأخير هيكون سعيد لطفي ورضا الصنعاتي. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن احمد مجدي مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، نورنا ومشرفنا. ربنا يخليك، كله تمام الحمد لله. ربنا يخليك امير عبد الحليم. مساء الفل يا امير. مساء الفل يا كابتن شوبير، مساء الفل على كل المشاهدين، ومساء الفل طبعا لاحمد حبيبي امير، وحشني من المره اللي فاتت. هو انت بتشجع ليفربول ولا بتشجعوش بصرف النظر عن صلاح؟ لا، انا في انجلترا كنت بشجع اكتر مانشستر يونايتد. واحمد ليفربول. يبقى ابدا بيك، وايه اللي حصل لليفربول؟ يعني انا كنت زمان مشجع ليفربول، ما كانوا يلبسوا احمر في احمر،
وبعدين سبتهم ايه مع ارسن فينجر كده، لقيت الارسنال الدنيا ماشيه وخد دوري فشجعت الارسنال، وبعدين وقعوا كده شويه فتعاطفت شويه مع رانيري مع ليستر سيتي، بس عمري ما تعاطفت لا مع المان سيتي ولا مع تشيلسي ابدا. لكن سبحان الله مع جوارديولا الدنيا عندي بتتغير. انا بحب شخص جوارديولا، لو الحاجات اللي بيعملها كابتن طبعا طبعا حاجه مش طبيعيه. فظيع، قال حاجه غريبه جدا، انت بتحب جوارديولا وانت مشجع قوي لريال مدريد؟ جدا، بس عشقي في المدربين جوارديولا عشان اكون امين يعني. زعلنا كتير. لا ما بس انا عشقي كمدرب لان انا بقعد استفيد منه. وبعدين لما راح صلاح فرحت راجع تاني يا عم بقيت ايه ليفربول، والسنه اللي فاتت بصراحه السنه قبل فاتت ابطال اوروبا، والسنه اللي فاتت الدوري. يا ارض نهدم عليك قد، بس السنه دي ايه اللي بيحصل؟ بص يا كابتن، طبعا بغض النظر عن الاصابات وعن الشغل اللي بيعمله يورجن كلوب، عنده اكبر مشكله من وجهه نظري الشخصيه ان هو رجع هندرسون وفابينيو لورا. كلوب دايما من النوعيه اللي بتحب تشتغل على الضغط المرتد. مظبوط، استحوذ على الكوره، وبالذات لما جه استحوذ على الكوره ما بيهاجمش باقل من 7 لعيبه، فعشان الكوره لما تتقطع مني لو ما عملتش الدفاع المرتد او الكاونتر بريسنج بيحصل مصايب. رونالدو كان وحوش يا كابتن، ناخد الوحوش بتاعته. يلا بينا. ده تبعك ولا مش تبعك؟ لا مش تبعك. هتقولنا اللي تبع احمد مجدي بقى، انا هنعذب الراجل معانا ولا ايه؟ ولا انتوا علقتوا على الصوره دي؟ طب لسه بجهاز. كمل يا ابو احمد. فالحته دي كان عنده وحوش في الحته بتاعت وسط الملعب، كان هم الثلاثه بيشتغلوا كويس جدا جدا في وسط الملعب مع اللعب في 40 متر يا كابتن، ماكسيمم 45 متر. دلوقتي لما تيجي تبص على ليفربول، المدافعين في مكان، وسط الملعب في مكان، المهاجمين في مكان، فبقى سهل جدا جدا يتلعب بين الخطوط معاهم، سهل جدا. لما تيجي تتفرج على ماتش لايبزيج، هو خلص 2-0. لا لايبزيج ضايع مش اقل من 4-5 تجوان محققين. لو كانوا اي واحده فيهم دخلت كان الماتش اتغير تماما. في الدوري، الناحيه الثانيه مع ايفرتون، فرقه مش قويه جدا هجوميا، ولكن حصل لهم مشاكل كبيره جدا جدا بسبب الدفاع المرتد. لما تيجي تبص على الجون الثاني مثلا في ماتش ايفرتون، كره نزلت فوق وسط منطقه الجزاء لايفرتون، ما كانش في ضغط، راجل لف واشتغل الكره. ده واحد ضغط مرتد ما فيش. اثنين يا كابتن، لما تيجي تبقى بهاجم بسبع لعيبه، لازم السيرد باك اللي مع الفرود الاخير ما ينفعش يخلي اللعيب الفرود يلف او يشتغل على التحول. هو ايفرتون عاوز ايه؟ عاوز يشتغل على التحول بعد الكره عشان يشتغل لقدام. الكره الراجل لف واشتغل وجري في المساحات واشتغل وجي الجول الثاني منها ضربه جزاء. فانت ليفربول من وجهه نظري الشخصيه اكبر مشكله بتقابله الاستحواذ، ثاني حاجه الدفاع المرتد ان هو كان شرس جدا جدا. انت لما تيجي تبص يا كابتن، جزء بدني قوي جدا جدا، انت بتلعب في 40 متر مفيش فرقه بتعرف تطلع من نص الملعب. هل في امل لليفربول في بطوله اوروبا؟ الدوري خلاص، هم نفسه ساديو ماني طلع قال وقال لك يا جماعه خلاص مش هنهزر، خلينا نتكلم في الجد. بطوله اوروبا بعد فوزه على لايبزيج في لقاء الذهاب، فرصه في لقاء العوده جيده، وهل المجمل عنده فرصه في البطوله ولا صعب؟ اعتقد هيبقى كل تركيزه منصب على الحته دي. لو هو عاوز يعني يلحق الموسم بتاعه، لان الواضح في الدوري الانجليزي بنسبه 70-80% هو بره المنافسه. طيب مان سيتي، اجي لحضرتك، انت بتحبش جوارديولا ولا بتحبه؟ سيبك لسه هنتكلم على كمدرب كتير يعني. يعني كمدرب طبعا انا بقى يعني هو الاعظم في العالم. ولما هنيجي نتكلم عن تاريخ كره القدم فاكيد الفكر بتاع جوارديولا والكره اللي قدمها هتخليه محفوظ في وسط افضل المدربين في تاريخ اللعب. بس انا بس يعني قبل ما نروح لمان سيتي انا بس عايز اخد يعني في ناس بتتكلم عن ان وبتسال هل فان دايك هو الحاجه الوحيده السبب في سقوط ليفربول؟ لا، هو مش فان دايك بس يا جماعه، هو فان دايك وماتب وجو جوميز. فاضطر الراجل ان هو يرجع فابينيو ويرجع هندرسون. طب لما رجع فابينيو ورجع هندرسون ايه اللي حصل؟ فابينيو اتصاب وهندرسون مؤخرا اتصاب برضه. ديفيد جوتا اللي هو مفترض ان هو كان جاي علشان يحصل روتيشن شويه في الهجوم ويظبط له الامور شويه اتصاب. تيجو اليكانتارا الكواليتي اللي كان احمد لسه بيحكي عليه مختلف عن خط وسط بالظبط، الشياكه والكره المختلفه، لان كره ليفربول بدنيه يعني. هندرسون وفابينيو وفينالدوم الثلاثه كورتهم بدنيه. فاليكانتارا جه فتره طويله جدا غياب بسبب الاصابه. الريتم او الاسلوب اللي بيلعب بيه ليفربول من على مدار السنين اللي فاتت هو ان القوى البدنيه هي اللي بتقدر تميزه عن باقي الفرق. فلما كان بيقدر ان هو يعمل ده السنه اللي فاتت كان بيبقى فيه فرق كافي ما بين كل ماتش والتاني. الناس كلها كانت بتسال هو ليفربول ده مش هيقع، هو الثلاثه اللي في الهجوم دول ما بيهمدوش، بس كان فيه فرق كافي ان هو يحصل ريكفري ما بين
كل ماتش والتاني علشان اللعيبه تاخد نفسها ويقدر ان هو يركز على بطوله الدوري، خصوصا ان هو يعني ولا كان مهتم بكاس الاتحاد ولا كان مهتم بكاس الرابطه، ركز على الدوري، خد الدوري اللي كان ناقصه وقبلها كان واخد الشامبيونز ليج، فالموضوع كان ماشي معاه كويس. السنه دي مختلف، السنه دي كل الفرق واقعه، كل الفرق الكبيره واقعه. ليه؟ لان المجهود البدني كبير جدا والفرقه دي ما عملتش فتره اعداد. صحيح. وجايه من موسم لضمه بالظبط، موسم صعب جدا جربوا اللي احنا بنجربه سنه يا عم امير. احنا بالزبط. انا قعدت وانا بلعب كانت الدنيا مرحرحه وحلوه وجميله، قعدت 7 سنين ملضومين في بعض. انا خدت مره بين سيزون وسيزون 5 ايام. 5 ايام والله العظيم. ده كان ظروفها ايه بقى السيزون؟ ولا ظروف ولا حاجه، انت عارف كان ياجل اجل ريح ريح رحل رحل، الاهلي زعلان اجل له، الزمالك زعلان اجل له، يعني موضوع الموسم الاستثنائي اللي احنا عايشينه بقى لنا 10 سنين ده موجود من التسعينات. احنا بنلعب في الناشئين، كنت اخلص من هنا الموسم الناشئين اطلع المنتخب، اخلص المنتخب ارجع النادي وهكذا. لا يا حبيبي اوعى تصدق، ده احنا بس بننسى. انا بقول لك انا لعبت ما بين موسم وموسم عشان ما بقاش كداب اسبوع او اسبوع ما لحقناش. لا يومين زياده ريكفري والله العظيم ما خدنا يومين اجازه. والله ما اخدنا، انا خلصت كاس مصر مع النادي المصري ممكن اخواتنا في الاعداد جوه سنتين ورا بعض في حاجه 8 يعني الماتش بتاع علاء ميهوب الشهير ده في شهر 8 والدوري كان في نفس الشهر، والسنه سنه 83 وسنه 84 ده شوف بقى من الثمانينات يا باشا. من الثمانينات يعني الموسم الاستثنائي ده الاستثناء هو الاساس. والله العظيم ثلاثه واطلع من هنا، واذا ما كانش في دوري اطلع على المنتخب. وكنت ساعات اطلع على المنتخب العسكري ومش عارف اطلع على فين، كله استثنائي. مع فوارق طيب الاستشفى كمان، مع فوارق الاستشفى. طب نعرف احنا كنا بنتمرن، بقول لك اهو من فوارق الاستشفى احنا كنا بنعمل فتره اعداد في المدرجات يعني حتى فتره يا كابتن نفسها الاستشفى هناك ده مهم قوي علشان انا دلوقتي هدبسك قدام الناس الحاجه اللي انا دايما بقولها لك يا جماعه، الراجل ده عنده كميه حكايات رهيبه رهيبه ولسه لحد دلوقتي ما حكاهاش ولا عايز يحكيها، كل شويه اقعد اقول له عندك حكايات لازم تحكيها. اصل شوماخر لما عمل صفاره النهايه، كتاب صفاره النهايه، الدنيا قامت ما عادتش دي المانيا، انا دي هتبقى صفاره نهايتي. اصل عندي اسرار كتير قوي قوي والله العظيم ثلاث صراحه. يعني اللي انا بسمعه ده يخليني دايما اكد عليك تاني لازم تحكي. طيب خلينا نطلع من ليفربول الى العب. هو طبيعي بيلعب 4-3-3 بيعمل ايه؟ بيلعب بثلاثه ورا، كانسلو الباك رايت بيخش ديفندر وبيزق واحد من الديفندرات للحته اللي قدام. بقى بيلعب لو ما بيلعب فيرو اللي هو خيسوس بيلعب 3-3-3-1 ما بيلعبش 3-3-1 في بدايه الهجمه الاثنين المدافعين وباك بيفتح، واحد بيفتح يمين والتاني في النص والباك ليفت على الشمال، بيزق كانسيلو مع رودري في نص الملعب ومعاهم برناردو سيلفا ابو ثلاثه. بيخش بقى لو في فيرود خيسوس هتلاقي ستيرلينج، هتلاقي راد محرز، هتلاقي جوندوجان. ازاي نط لفوق كده في وسط الناس كلها؟ حاجه والله الواحد. ومع كم واحد يا كابتن؟ وانا جاي برضو لقطات بس ما لسه ما اتفضلتش. خلاص لقطات ليفربول جهزت، بس هقول لك بس بالمناسبه هم على فكره 19 مباراه مش 18. 19 ماتش اللي فات. مباراه بروسيا بالظبط. بمناسبه 3-3 كابتن محمد عمر موجود اهو. اول ما جه ديتريش فايسا مصر ده برضو من الذكريات يعني. فاحنا الراجل خدنا عمل لنا فتره اعداد في المانيا ومرنا في المانيا ولعبنا 5-6 ماتشات وديه في المانيا. واعتقد كمان لعبتوا ماتش في انجلترا. كوينز بارك رينجرز. بالظبط. 1-1. بس الناس يعني اتفرجت بدون اهتمام يعني، كان ساعتها قصه التحليل والتكتيك مش باينه قوي. فبدا لعبنا ب 3-5-2 ساعتها اللي هو ربيع هنا قدام وابراهيم حسن هنا قدام واثنين وحوش الباكين. فنزلنا قدام اتحاد سكندري في اسكندريه وكان الكابتن محمد عمر هو كابتن اتحاد سكندري، فطيارات فجالي الكابتن عمر قال لي هو ربيع بيلعب ايه وابراهيم حسن بيلعب، احنا مش عارفين بيلعبوا ايه، احنا دوخناهم كسبنا 2-0 الاتحاد كان في اسكندريه. بتتكلم في ثبات خطه. بالظبط. ده بيرجع تاني مكانه. بيرجع تاني مكانه يعني. هو ده في بدايه الهجمه بس بيخش وبعد كده اول ما الهجمه بيرجع عليه بيروح راجع بس برضه في حاجه مهمه، لان انا يعني هو فايتس لسه متوفي من حوالي شهر او شهرين. راجل جميل. وانا كمان كنت بحاول ان انا احاوره في رمضان اللي فات. انا حاولت بكل الطرق. لا هو كمان علشان ما كانش معاه موبايل وكان لازم تتواصل مع حد من اسرته في مشاكل في اللغه يعني ما علينا. بس الراجل ده كمان فكره
ان كان اعتزال الجيل التاريخي للنادي الاهلي كان على ما انا متذكر كان اعتزال كابتن خطيب واعتزال كابتن علاء ميهوب وبالظبط واعتزال كابتن ثابت البطل على ما انا متذكر كمان علاء كان موجود او كان ثابت مصطفى عبده الخطيب صح كان كابتن علاء لسه موجود يعني ثابت كمل لا ثابت كمل معاه شويه بعد كده اعتزل لكن اعتقد ان الزمالك كان مصطفى عبده ثنائيه في الموسم اللي قبلها كمان فالراجل جه قال لهم يعني كان وقتها خلاص كل الفرق بتلعب اربعه وفكره الثلاثه دي خلاص بقت ادمت فالراجل جه قال لهم انا هلعب ثلاثه بس مش هلعب ثلاثه بالفكر القديم يعني برضو دي حاجه مهمه احنا كنا بنلعب 3 4 3 قبل كده هو الراجل جه لعب 3 5 2 بفكر مختلف فايسر رغم انه مرن وقت قليل جدا لكن غير وفكره ان هو قرر ان هو يمشي من الاهلي علشان مش عايز اخد مرتب وانا بشتغلش لما كابتن محمود الجوهري الله يرحمه كان طلب ان الدوري لا يستكمل فالراجل قال لهم انا همشي الراجل كان ممكن يقعد ممكن يقعد وياخد مرتب والراجل قال لهم لا انا همشي ومش هكمل خد واحده من الذكريات بقى والمذكرات بقى عشان على الهواء احنا كابتن جوهري خد طريقه فايسر لعب بيها مظبوط ده واقع تاريخ يعني والراجل كان ما كانش بينكر ده وطوره انه كان معاه ابراهيم وكان معاه ربيع يعني عنده امكانيات فلعب بيها فالمهم وهو كان العلاقه بينه وبين فايسر رائعه بس احنا كان معانا بقى ابراهيم حسن في المنتخب وشمال كان احمد رمزي وربيع دخل سيرد باك وكان فايسر عاشق لاحمد رمزي عاشق لاحمد رمزي يقول لك ده احسن لعيب في مصر ده هايل يعني على قد ربيع وجدته كده لكن هو كان دايما بيعمل ايه حتى التوليفه ما بينه وبين نفسه يعني حتى لما مسك المنتخب بعد كده برضه لعب الاثنين فجينا في المانيا كان معسكر كاس العالم فالكابتن جوهري طلب فايسر يجي يعمل لنا محاضره امال ايه ما حدش عارف الحاجات دي اول مره اسمع الكلام قال لك اعمل محاضره لعيبه منتخب مصر ففايسر كان تابعنا كويس بقى فشاف كان في دروب في مستوى احمد رمزي وكان في دروب في مستوى كذا لعيب انت عارف راجل الماني فبيتكلم بوضوح فايه انتقد رمزي جامد وانتقد ابراهيم جامد وانتقد مش عارف ايه وايه 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 ان هم الجاري الكابتن جاري قاعد عمال يبص في الساعه لحد ما الراجل خلص المفروض كان هيتغدى معانا قال له شكرا الف سلامه دمرت معانا الفرقه كنت جبته والله هيتخاص عليه لانه الراجل اتكلم بقوه بس كان كده كان واضح جدا خلينا ناخد بعض اللقطات من ليفربول عشان عايز اروح بعد كده على برشلونه والريال مع امير اتفضل يا ابو حميد لا انت بقى الحاجات دي بتبقى يعني جايه لقطات بعد لقطات يعني معلش حسب ما متوفر ده الاخ كروس كروس وسط الملعب كله بتاع ليفربول جوه منطقه جزاء ومحدش ماسك حد يعني هو واحد 6 ضد 3 والراجل بيلعب بدماغه ولقى الكره جت في العارضه وطلعت بره تاني نعم اللي بعده يا جماعه دي لقطات ما هي كلها دي ماتش لايبزيج مش كده لايبزيج ما طبعا هي كلها المفروض تبقى متركبه فوق بعض معلش حقك عليه فالمساحات برده المساحات الواسعه ده ايفرتون ده كره من ناحيه الشمال وسط الملعب برده مش موجود مفيش ضغط بيتعمل كروس الراجل بيحط الكره إلسون بيشيلها هي الكره المفروض ترفع وتعمل مع ان العدد الدفاعي كبير مفيش بص يا كابتن بس الكره الثانيه اللي ليفربول ما كانش اصلا بيخسرها الكره اتلعبت نزلت الراجل ده بص التاتا وسط الملعب فين يا كابتن بره خالص بره الليله تماما فبقت الكره الثانيه بتاعه المنافس بعد كده يحصل فيها ايه بص يا كابتن وسط الملعب الراجل بيباص الكوره بيتضربوا في وسط الملعب بص فاينالدوم فين يبقى هو طالع ورا الناس دي والديفنس طالع ورا الناس دي اتنين من وسط الملعب بتوع لايبزيج مضروبين اتنين برده من عند ليفربول وبيستلموا كل سهوله وشغالين مفيش مشكله عندهم غيره بص الخطوط البعيده يا كابتن المفروض الطبيعي ان انت وسط بص فاينالدوم فين اللي هو في النص طبيعي يبقى ورا الناس دي كلها وطالع بالخطوط دي كلها عشان المساحات الواسعه كتير جدا جدا في وسط الملعب بص مثلا الكره دي جونز هو اللي بيدافع مكان ارنولد وارنولد مش ماسك حد مفيش حد معاه خالص الراجل المفروض ارنولد هو اللي هنا والراجل جونز شغال في وسط الملعب وعندهم مشكله يا كابتن على طول وسط الملعب بتاع ليفربول ايام هندسون وفاينالدوم وفابينيو هم التلاته اللي بيدافعوا بس بيدافعوا بلوك واحد يعني التلاته ورا بعض بظهر بعض والتلاته المهاجمين ما بيدافعوش بيشوط ولا مفيش اي ضغط الراجل مفيش ضغط خالص الراجل بيشوط بمزاجه ومفيش اي مشاكل عنده خالص ده عنده كذا اوبشن غير الشوط كمان كره في وسط الملعب برضو الناس مضروبه والراجل بيستلم براحته جدا الراجل ناحيه الشمال زي ما اقول لحضرتك البلوك اللي مكان بيتعمل بص التلاته في وسط الملعب فين كل واحد بعيد عن التاني تماما وحتى كمان ارنولد الراجل معهوش حد المفروض يطلع يقابل سايب الدنيا تماما دي مشكله اكبر مشكله في ليفربول مفيش ضغط خالص تماما بص وسط الملعب الراجل بيستلم برضو في ظهرهم بص التلاته فين يا كابتن منكمشين ازاي انكماش غير طبيعي يعني انا صعب جدا ان انت تشوف لعيبه مش طبيعه ليفربول ابدا طبيعه ليفربول تماما والكره حتى بين بص الخطوط
الراجل شغال وبص حتى الراجل واقف غلط. بص المساحات عامله ازاي، ضغط عالي ليفربول بيطلعوا بكل سهوله. بص المساحات ماشي، المساحات كتير جدا جدا جدا. دي المفروض كره في التحول، ولكن في الاخر راحت انفراد اللي هي جت ضربه الجزاء منها بتاعت ايفرتون اللي كسبوا بيها. دي يا كابتن الكره المفروض بدات من زي اللي بقول لحضرتك اللي هو الضغط المرتد، بدات من بوز منطقه الجزاء. الراجل مساك مع الفيرود، الراجل المفروض الطبيعي يا الكره دي تقف يا تتاخد. الراجل لف واشتغل التحول بقى، الرقم 10 اشتغل والناس بتاع ايفرتون اللي جت منها الجون برضو. ايه هي دي المرتده. الراجل لف ومشي، وبص المساحات عامله ازاي، مساحه شغال فيها اللي جاب بيها ضربه الجزاء. كانوا محظوظين بصراحه في ضربه الجزاء، محظوظين بس. هي في الاخر هي اللي هو المفروض يعني. نفس المشهد مقطوعه برضو، الثلاثه بتوع وسط الملعب كل خمسه مضروبين وسط الملعب بتاع ليفربول وشغالين مساحات كبيره جدا جدا. لايبزيج بصراحه لو كان جاب جول من الفرص اللي ضيعها دي كان الماتش تماما، حتى لو الماتش خلص 2-1 كانت تبقى مشكله تماما. بس لا مش تبقى مشكله، الماتش كان ماتشو. ارنولد كابتن برضو، راجل راح ناحيه الشمال مفيش اي ضغط عليه ورايح براحته خالص، ومفيش ولا حتى في وسط الملعب زي ما بقول لك الثلاثه واقفين. بص شغالين ازاي، مثلا واحد زي بيشتغل بالعرض والناس بتشتغل وراه. انفراد برضو من لايبزيج برضو، من كره برضو كان فوق طلعت من تحت اللي هي الكره اللي قبليها طلعت وراحت انفراد برضو، بس مفيش فينش. بص يا كابتن ده الضغط بقى، الراجل ماني مضغوط عليه مش عارف يعني مش عارف يمسك كوره. مضغوط. بص الناحيه الثانيه ما عامله ازاي، ومش عارف الضغط عامله ازاي، بيستلموا ويسلموا براحتهم جدا. اهو دي الكره اللي راحت انفراد. الكره بعد ما طلعت من تحت الراجل اتضرب برضه وسط الملعب. المساحات فاضيه والناس بتشتغل براحتها جدا. ده المفروض التحول يا كابتن. ليفربول ده كان ست ثواني تلاقي مثلا سته قدام منطقه الجزاء، دلوقتي انت شغال 2-2 والتحول ضعيف جدا. هي دي الكره اللي هي بدايتها يا كابتن ضربه الجزاء. بص الكره نزلت فين، فابينيو فين، بتتكلم في خمس لعيبه مضروبين من ليفربول. سته لو كان بس طبيعي فابينيو يوقف الكوره، لو وقفت هنا كل دوت رجع ووقف تحت الكوره، لكن لافف وراح لاعب الفيرويد. بص الضغط يا كابتن، الضغط ده الضغط من قدام. الراجل بيسلم واستلم عادي جدا، والمساحه فاضيه عامله ازاي. ده انا عمري ما شفت ليفربول بالسوق ده. بس هو بالتاكيد برضو زي ما قال امير ابو حميد انه موضوع الاصابات فرق جدا مع يورجن كلوب وفريق ليفربول. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل امير يحكي لنا، واكيد هيحكي بسعاده ونشوه وفرحه، لان هيتكلم عن مشاكل اتلتيكو مدريد وبرشلونه، وخاصه برشلونه. انت مدريدي عنيف زي حالاتي يعني جدا، انت عارف اعتقد يعني ايه. هنشكل مع بعض بعد الفاصل ان شاء الله. رسالة إنسانية جميلة سمعتها لأحمد مجدي والأمير عبد الحليم، الحقيقة هي من والدة أحمد حسن كوكا لصديقنا العزيز هاني إدريس، وهي بتبكي وبتقول انها كلمت احمد قبل المباراه قالت له انت هتجيب جون النهارده، قال لها ماما انا احتياطي، قالت له انت هتجيب جون النهارده. وبالفعل احمد حسن كوكا بيلعبوا بي اس في اند هوفن الهولندي، كسبانين الماتش الاولاني 4-2، كانوا خسرانين 2-0 في مباراه العوده، والنتيجه دي تصعد بي اس في للدور الثاني. نزل احمد في الدقيقه 80 سجل هدف في الدقيقه 89، معانا صور وهنجيبها لكم بعد شويه، وصعد الفريق بفضل هذا الهدف الجميل. دعوات الام، مشاعر الام، حاجات جميله جدا. هو احمد كمان لما بينزل 10 دقائق بس بيأدي بالشكل ده، ام ربنا يوفقه سبحانه وتعالى ويكرمه ويبقى الصعود على اقدامه، اعتقد حاجه تفرح وحاجه تسعد، وخاصه ان انتوا يعني سمعتوا الرساله المؤثره كمان. كوك عامل ده، انا هي قالت له قول للشوبير بالظبط، فانا عشان كده انا بقول للناس كلها يعني. وبنشكر وبنشكر هاني ادريس. هاني ادريس من الناس الثقيله جدا على السوشيال ميديا، اهلاوي محترم. كوك عامل موسم ممتاز حقيقه يعني، بيسجل بانتظام رغم ان مشاركته مش دايما بشكل اساسي. وهو لما راح اولمبياكوس كان عارف ده، هو انا رايح نادي كبير، انا مش بلعب في الدوري البرتغالي، انا رايح فريق معتاد على ان هو بيفوز بالدوري اليوناني، معتاد على المشاركه في البطولات الاوروبيه. فاحمد انا شايف ان هو ما شاء الله بيغتنم الفرص. النهارده تحديدا يا كابتن ما سجلش بالطريقه المعتاده، الناس كلها عارفه ان احمد بيتمركز كويس في منطقه الجزاء، بيستنى اوفر، بيقدر ان هو يسجل براسه. النهارده هو متمركز في منطقه الجزاء بس مستني كوره بيردها الحارس التانية. ويقدر ان هو بالظبط سكند بول يقدر يتابعها جوه الشباك في وقت قاتل علشان يضمن التاهل للاولمبياكوس. فاحمد الحقيقه انا شايف ان هو
ناس كتيره بتقول طب هو ليه مع منتخب مصر ما بيعملش نفس الاداء ده؟ لازم الناس تحط في بالها ان في فكره طريقه لعب ممكن تبقى متغيره. نعم. لازم ان اللاعب نفسه يحس بان هو طريقه اللعب بتخدم عليه، خصوصا المهاجم تحديدا، لان المهاجم مش مطالب منه ان هو بينزل يستلم الكره على قد ما يبقى مطالب منه ان هو بيتمركز جوه منطقه الجزاء بشكل كويس ويسجل اهداف. نعم. كلنا فاكرين كابتن حسام حسن اعظم. نعم. مهاجم في تاريخ منتخب مصر. نعم. وكلنا فاكرين كابتن عماد متعب اعظم مهاجم، اعظم يعني مهاجم طبعا، دي مش عايزه كلام يعني بلا اي مقارنه يعني. نعم. وكلنا فاكرين طبعا كابتن عماد متعب طبعا. وازاي البلاس 90 ده اوهب مهاجم، اوهب ده اعظم وده اوهب يعني اكثر يعني موهبه عماد كمان متعب. كمان كابتن. نعم. عماد متعب تحديدا بالذات يمكن كان عنده كوره كمان واحرف شويه، لكن تمركزاته جوه منطقه الجزاء هي اللي ضمنت له ان هو يستمر في الملاعب. بالظبط، يستمر في الملاعب. لا عماد كان يلعب سنتين كمان، هي مشاكل برضو يعني مش عايزين ندخل فيها. لكن احنا بنتكلم على اللي حصل. نعم. بالظبط. نعم. فكوكا انا بس يعني اتمنى ان الناس تدعمه في مشواره. نعم. الاحترافي، خصوصا ان بعد اصابته فيروس كورونا مع منتخب مصر بعد مواجهه توجو الناس كلها توقعت ان الاولمبياكوس هيزعل. نعم. وزي ما زعل وزي ما ادان اتحاد الكره المصري وادان الاتحاد الافريقي ممكن يقفش على كوكا شويه. بس لا، هو بمجهوده بيثبت ان هو يستحق الفرصه. كوكا في منتخب مصر اعتقد ان حتى لو الطريقه مش مناسبه ليه فوجوده حتى على دكه مهم جدا يعني. مهم جدا. عندنا احمد حسن كوكا وعندنا مصطفى محمد، يعني لاول مره من فتره طويله يعني عندنا تريزيجيه مهاجم وعندنا محمد صلاح مهاجم، يعني بقى عندنا عدد كبير جدا من المهاجمين تتحس النتائج دي بقى نجيب جوه. والله يا كابتن، هو الموضوع برده مش المهاجم بس. يعني من وجهه نظري مش مهاجم بس، انت طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها ازاي، تشتغل ازاي، هتشتغل على الكروسات يبقى تعوز مصطفى محمد، عاوز تشتغل على اللي انت واحد يفضل لك مساحات تشتغل على كوكا وهكذا. هو الموضوع مش في المهاجم بس يعني. انا من وجهه نظري ان هو طريقه اللعب المناسبه للمنتخب وتبقى مناسب ان انت تختار اللعيبه اللي هتنفذها. في لعيبه طبعا مضمونه يعني، في لعيبه مضمونه تريزيجيه مع صلاح ناس نني، في ناس مضمونه في طريق حامد الناس دي، لكن في الاخر المهاجم ما ينفع زي ما امير بيتكلم ممكن تظلمه بطريقه لعب. لكن انا شايف ان كوكا استحمل كتير، استحمل ضغط كبير جدا طبعاً. واستحمل يعني اساءات كتيره في مصر بالذات لما يجي يلعب مع المنتخب، فربنا بيكرمه بعد كمان اصابه الكورونا الكبيره اللي قعد فيها فتره كبيره جدا جدا. فاعتقد ربنا بيرجع له حقه، وهو مجتهد مجتهد وكان المدير الفني كمان هناك بيحبه وعارف امكانياته كويس جدا جدا، وفريق كبير طبعا في اليونان. ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. يلا باشا على البارسا، ماذا يحدث في البارسا؟ خلي بالك بجد هنا بقى مش بهزر، انا ما بحبش الكبير يتهان ابدا ايا كان مين هو يعني، وخاصة انا بميل ادي كوكا يا جماعة، وده معرفش بقى زميله في الاحتياطي ولا مدربه ولا مين، وفرحة الهدف يعني لازم نفرح معاه ولازم نفرح مع اسرته ولازم نفرح مع والدته، خاصة كان عنده مكالمة معايا قريب وكان عنده احلام وطموحات، والولد ما شاء الله زي ما بن كده بنساند مصطفى محمد وبنساند محمد صلاح بنساند تريزيجيه وبنساند النني بنساند المحمدي بن احمد حجازي نساند كوكا، ودي فرحه في اليونان بالكامل يعني بهذا الهدف وهذا التاهل، لانه هدف تاهل في بطوله اوروبيه. ماذا يحدث لبرشلونه رغم ان الكبير ميسي بيقدم مستويات طيبه؟ في ميسي وعشر خشبات اللي كان بيتقال على منتخب الارجنتين دلوقتي ممكن تقوله بكل سهوله على برشلونه. نعم. امبارح كان برشلونه بيلعب اليتشي وحقق انتصار كبير. نعم. والانتصار الكبير ده يوهم لك ان برشلونه ماشي على الطريق الصحيح او ان الفريق حتى لو خسر من باريس سان جيرمان فده في النهايه باريس سان جيرمان وفرق كواليتي كبير وكده. بس الحقيقه ان اللي اتفرج على الماتش امبارح عارف ان لو ما كانش ميسي موجود في الملعب او لو ما كانش ميسي في حالته ما كانش برشلونه كسب. برشلونه عمل شوط سيء جدا جدا جدا، شوط اول سيء مع فريق مهدد بالهبوط وفريق صاعد حديثا للليجا، لكن في الشوط الثاني ميسي بيقرر ان هو انا زهقت يا جماعه بقى فعايز اخلص الدنيا سريعا سريعا، فبياخد الكره من نص الملعب لوحده بقى خلاص بيادي لبيادي عمرو وبيعمل بالظبط 1 2 مع برايس ويت، وبعد كده بيسجل بعد كده نفس الكره. بس حلو قوي، بس شوف الفينشنج بتاعه يعني برضه حاجه والفينش والفينش بتاع الجول الثاني طبعا بيستلم برضه من دي يونج ويقدر ان هو بكل سهوله. انا كمان يعني ميسي حتى لو انت مش بتشجع فرقته انت بتتبسط وانت بتتفرج عليه طبعا. فانت لما بتشوف حال ميسي وهو جنبه اسماء اقل منه بكتير في الكواليتي بيصعب عليك بصراحه يعني. بيصعب عليك وبتبقى اللي هو يلا عم سيب الليجا معلش احنا كمان نشم نفسنا. والله ناس كتيره بسالهم مين يعني التشكيله المثاليه للبارسا، بينسوا اسماء لعيبه، اقول له ابني مين ده ومين ده، يقول لك والله ما يعني زمان كنت تعد اللعيبه يعني بالاحتياطي. دلوقتي انا بعتقد يا ابو حميد انه اكبر خطا عمله
البارسا هو الاستغناء عن سواريز. بص يا كابتن انا هرجع لك ورا شويه. ليه؟ لان انا يتحمل الموضوع ده كله اللي فيه برشلونه هو اداره برشلونه. ليه؟ لان انت لو انت بتخطط صح انا قلت الكلام ده من سنتين، الفريق ده لازم يتغير جلده. لازم يتغير جلده ما بعد جوارديولا. هو حتى وقتنا هذا بيحاولوا يلعبوا الجو بتاع جوارديولا اللي هو استحواذ والضغط ومش عارف ايه والكلام ده كله مع السن الكبير. بوسكيتس خلاص الموضوع بقى صعب جدا جدا جدا. بيكي صعب جدا جدا جدا. الانجلي صعب جدا. قلبه حتى قلبه هجوميا دفاعيا في مشاكل كبيره جدا جدا جدا. فانت الاداره كانت لازم انت بقى البروجكت الكبير اللي هم الانديه الكبيره وريال مدريد يحصل فيه نفس الموضوع. يعني مدريد لحق بدا يلحق نفسه بيجيب لعيبه صغيره في السن عنده اولاد كتيره في وعنده ناس بس عنده برضه ناس كبيره بس في الاخر مش حاجات مؤثره. انت عندك بوسكيتس ده بقاله سنه بنتكلم في سنتين مثلا في من ايام دوري ابطال اوروبا لما رجع ليفربول في الماتش وماتشات كتيره وبايرن ميونخ هو عامل تاثير سلبي جدا 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 في الحته بتاعه رقم 6. فانت اداره برشلونه كانت لازم من بدري لو انت بتتكلم في اكبر انديه في العالم لازم انا بخطط لقدام انا هعمل ايه ما بعد ميسي ما بعد سواريز ما بعد بيكيه ما بعد الناس دي. دلوقتي حتى بتجيب الصفقات اللي بتجيبها محتاجه شغل كتير جدا جدا جدا. وانا حتى ما تيجي تبص عليهم يا كابتن عندهم مشكله بدنيه كبيره جدا. طب انا هرجع لك تاني لبرشلونه بس لازم اروح لامير في المقابل بقى هنا بتكلم على الريال لانه انت عارف زيدان من اكتر المدربين اللي الناس بامانه مش عارفه تحكم هل هو مدرب عبقري هل هو مدرب عالمي هل هو مدرب محظوظ هل هو عنده لعيبه على الجاهز ولا هل هو صانع لنجوم زي ما بيحصل دلوقتي. برايك الفوز على اتلانتا صحيح بصعوبه وبالقدم اليمنى لمندي حتى هو ضحك قال لك انا بضحك عشان كده انه راجل اشول يعني فرصه في الصعود و التركيبه بعد هذا الهبوط في المنحنى الغير عادي لاتلتيكو مدريد. هو ريال مدريد اللي بيحصل فيه ده مش نتاج السنه دي. نعم. يعني ريال مدريد فعليا ابتدى المرحله دي بمرحله ونفس النهج اللي هو ماشي عليه، ريال مدريد دلوقتي كان هو اللي هيبقى في وضع برشلونه. ريال مدريد انا شايف ان انت في الوضع الحالي المفترض ان انت بتحاول تمشي السيزون على قد ما تقدر لان مش هتقدر تعمل اكتر من كده. انت النهارده لو منافس بتاعك حاجه غير اتلانتا انت اكيد هتخرج. طبعا انت في واحد امبارح كتب لي كومنت صديق عزيز جدا كتب لي كومنت لطيف قوي قال لي هو الفكره كلها ان زيدان لما فتح التشكيل ما بقاش عارف يحط فين فحط ال11 اللي هو عارفهم. مفيش حد على الدكه. انت عندك ده مش مدريدي خالص. لا فعلا فعلا يا كابتن يعني تخيل انت اسكو بالحاله اللي هو فيها صحيح. وان الناس كلها بتنتقد وتنتقد وزنه وبتنتقد تصرفاته وزيدان اصلا ما بيديلوش الفرص وبيلعبه مضطر اساسي لاول مره بعد فتره طويله وكمهاجم. والراجل جاريث بيل ما كانش ينفع ريال مدريد في الايام دي. ما هو اتجرب كتير. هو خلاص الراجل بالنسبه له الهوكي اهم او الجولف اسف الجولف اهم كتير من ريال مدريد. هو نفسه رفعها مع عالم ويلز ويلز جولف ريال مدريد. فبيل خلاص يعني بيل هو قدم للفريق ما يمكن تقديمه. خامس رودريجيز ما كانش ينفع. جيمس رودريجيز نفسه ليه تصريح النهارده بيقول انا مش هرجع ريال مدريد عشان هم هناك مش عايزيني. انت دلوقتي يا كابتن هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت لما تيجي تتكلم عن فرق كواليتي وكلاس ايه في اوروبا مع كامل احترامي ما ينفعش ان انت يبقى كل اعتمادك على لعيب برازيلي انت جايبه عنده 17 سنه زي رودريجو مثلا عشان يبقى بوتنشال او لعيب برازيلي انت برضه جايبه اول مره يلعب في اوروبا فجايبه يلعب مكان كريستيانو رونالدو. انت المفروض ان انت يبقى رهانك على صفقات زي هازارد ومبابي وصلاح. وهازارد اعتقد ان لو كان يعني هو برضه سيء الحظ في ايه؟ هو جه طبعا تعرض لكم الاصابات في موسمه الاول مع ريال مدريد وبعد كده الموسم الثاني يعتبر ما عملش فتره اعداد. مش هتضحك له يعني مش هتضحك له في الريال. يعني فالوضع هالاند ولا مبابي؟ الاثنين. لا لو لا 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 لو لو خيرت بواحد. بص يا كابتن الفريق محتاج وينج يمين مش هتعرف تجيب الاثنين. مش هتعرف تجيب الاثنين. نجيب صلاح ونجيب هالاند. هو هو خلاص اعلن ان صلاح لا لكن انت انت لازم يعني انت 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 الجنب اليمين ده انت عندك مشكله واضحه فيه واسينسيو خلاص الرباط الصليبي من الواضح ان ان قضى على البوتنشال اللي كان اللي كنا كلنا كجمهور ريال مدريد باصين عليه. انت محتاج حد في المركز ده ومحتاج مهاجم. هالاند ولا مبابي؟ سؤال واضح. في الوقت الحالي هختار مبابي. وانت تختار مبابي. طيب انت معاك لقطات لبرشلونه؟ معانا صور لبرشلونه يلا بينا نشوف الصور اللي جابها كابتن احمد مجدي لانه كمان عايزين نتكلم على الاهلي والزمالك في افريقيا ضروري. اتفضل كده ترتيب الصور صح؟ لان يعني اكتر صوره. اتفضل
بص اربع لعيبه طبعا مضروبين من 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 برشلونه. بص المساحات اللي في ظهرهم عامله ازاي، الديفنس فين في المساحات دي. انت بتلعب برشلونه بالمستوى ده بيلعب في حوالي 60 متر 70 متر. الراجل بيستلم، بص مبابي فين بيستلم فين، مفيش اي مساحه كلها مبابي وشغال والراجل بيستلم وبيلف. الحاجات اللي بعديها بص التحرك، بص يا كابتن كارثه، دي كارثه. الباك رايت فين طب انتوا الراجل واحد جاي من وسط الملعب مع مبابي، طب الباك ليفت فين؟ انت طبيعي يا كابتن لو انا حتى لو واحد مش جاي معايا، واحد من المساكين بيطلع والثلاثة بيقفلوا، الباكين بيقفلوا ومعايا المساك الثالث. بص الراجل شاف المساحة فاضية لأن وقفة كارثية من دفاع برشلونة، راح متحرك في المساحة. انفراد، ما الكرة جت جنب العرض، ده جون. يعني ده جون، الكرة بكرة بيفرغوا المساحات ازاي ويشتغلوا عليها ازاي. بعدها وقفة ده طبعا الترحيل يا كابتن، وقفة الترحيل فينا أربعة وكل حاجة، لكن بص الكرة الراجل بيستلمها مفيش أي ضغط ولا أي حاجة، والناحية التانية فاضية. ده كرة برضو يعني تتنقل الناحية التانية اللي بعدها، الكرة اتنقلت يا كابتن. بص بوسكيتس فين اللي هو رقم ستة اللي عليه دايرة، المفروض هو أول واحد فين قدام المدافعين، بوسكيتس اللي ورا ده. الكرة الراجل بيلعبها في الشمال، مفيش حد طبعا مغطي الديفنس تماما، عدي. ده الجون اللي جه يا كابتن. الراجل استلم وسط الانجليه وبيكيه وراح حاطط الكوره الجون الاولاني. بص يا كابتن برشلونه طلعت تعمل ضغط عالي. كام على كام بتتكلم؟ 6 ضد 7، 6 من برشلونه ضد 7 من مين؟ من باريس سان جيرمان، عشان ده عدد صح. طب بص بقى، بص الراجل كمان اللي بتاع المهاجم هينزل كمان ياخد المساحه. بص بقى الكره اللي بعديها، المساحات اللي وراها عامله ازاي. بص لعب واحدة مفيش ضغط، ضرب كل الليلة اللي كانت ورا دي كلها اتضربت الراجل بكرة طويلة عشان مفيش ضغط، واحد ضد واحد. بص الكرة وصلت لفين ده يا كابتن، والارتداد الدفاعي بتاعه عامل ازاي. بص المساحة بين الباك والسد باك قد ايه، الراجل جاي من وسط الملعب خد الكرة ودخل بيها. هات اللي بعدها، شوف انفراد شوطة ما جاتش جون برضه، يعني ده جون برضه يخش فرصة جدا، فرصة طبعا. نعم اللي بعدها، بص وقفة الديفنس يا كابتن، بيكيه الراجل امبابيه خده ونزل تحت. نعم حلو، في المساحة فضيت، المفروض طبيعي يعمل ايه يا كابتن؟ الراجل ده يرحل شوية، تغطية يرحل شوية والباك يخش لجوه، بقيت 3 على 1 مفيش أي مشاكل فيها، لكن أنت أوريدي أنت سايب أصلا المساحة وراك، الراجل امبابيه عدى ومشي. كمل الراجل اتحرك طبعا في المساحة، كان امبابيه عمل باص. بص لورا، بص ورا قلب عامل ازاي. كمل، حطيت له بكعبه رايح انفراد. انفراد برضه ما جاتش جول ولا فرصه في الاخر. بعدها بص يا كابتن الجول الثاني ده كارثه من الكوارث. الراجل مين اللي بيغطي هناك؟ ده جريزمان. الراجل قلبة والراجل الانجليزي، بص الاثنين مع واحد. طب انت اصلا يعني قلبة واقف، انت نازل مع الراجل ده ليه؟ انت اوريدي مساك نزل، طب انت في الملعب جوه الملعب مفيش طبعا ضغط من وسط الملعب، الراجل بيتحرك في ظهر مين؟ جريزمان. حتى جريزمان بيعمل ايده، بيعمل ايده انا هعمل ايه؟ هي جريزمان نحاسه معاه قوي برضه، كوره استلم الكوره بيعمل باص مدرع عم امير، كان مكسر الدنيا في اتلتيكو مدريد زي الفل. لا وامبارح حتى كمان وبعد ما نزل وهم ضيع كورتين حتى الكوره ما اتلعبت بالعرض. حتى الكوره ما اتلعبت بالعرض، طلعت بره الراجل الكره الثانيه ما فيش اصلا حد موجود، راح حاطها مبابي جون. انا قلت كفايه كده، ما رضيتش اصرح اكمل كفايه كده، هو تعب احنا تعب، قلت حرام كفايه بصراحه. طيب بايرن ميونخ، الناس في الدوري قالوا كل سنه طيب، خلاص خسر 5 بوند، واهلي الدنيا هيصه ودوشه برضه، ولاد لذينة 4 كده مع الرأفة، لاسيو مع ان لاسيو تحسن جدا 4 في 46 دقيقة. يعني الجون الرابع جاي في أول دقيقة من الشوط الثاني. الناس برضه مش فاهمة الوضع دلوقتي في الدوري الألماني، الدوري الألماني في وقت زي ده كان بيبقى محسوم لبايرن ميونخ، الموضوع خلصان. فالناس دلوقتي شايفة إن بايرن ميونخ متصدر، بس لايبزيج قريب منه شوية. يعني مش حتى كمان مثلا بايرن ميونخ تاني أو تالت، لا ده هو متصدر عادي الطبيعي بتاعه، بس علشان لايبزيج قرب شوية فابتدت تحس إن ده فيه خطر. بس هل الناس بقى اللي كانت عايزة الأهلي يهاجم بايرن ميونخ اتفرجت على ماتش لاتسيو؟ تقيم مع نوير يعني، أدي لك واحدة برضه من المذكرات. في كأس العالم إحنا كان معايا فانيلا واحدة، تيشيرت بلعب بيها الماتش، ما عندناش الأوبشن ده، وكانت آخر ماتش مع إنجلترا. فالراجل جون فان بروكلين بتاع هولندا حتة سكرة جميل يعني. الجون بتاع ايرلندا دمه تقيل طول السنين. شيلتون كنت بحبه يعني. فخلصنا المباراه الاخرانيه كنت بعيط وبتاع بعد ما خرجنا وكده، وبعدين شويه كده هديت، فقلت لعبد المنعم الصاوي خلاص بقى خلصنا البطوله، فقلت له يعني ايه خد بدل تيشيرت مع شيلتون يعني.
فراح لشيلتون داخل يعني فبيقول له تبديل يعني فنلتا فشيلتون اعتذر. في حياتي موضوع تغيير الفنلتا بالنسبه لي انتهى وانا اصلا ما ببدلش، بس ده شيلتون كان بقيمته يعني زي بوفون كده دلوقتي. فالمهم مصطفى بقى بساله عملت ايه القصه، فاخبار نوير ايه؟ قال لي ايه اللطف والادب والجمال ده؟ هو في الماتش الاولاني عرفه بنفسه وقال له جود لك وكلمتين كويسين، وقال له انا عارف انت اديت الفانيلا للشناوي انا عايز التيشيرت بتاعك، قال له ثواني وراح مديله التيشيرت وراح مضيله عليها واتفضل. حلو كده، مش نحمد ربنا ونشكر فضله بقى تمام تمام، لا رزق لمصطفى، هو مثله الاعلى اصلا من النوي. فراح له الماتش الفاينل وبعد ما خدوا البطوله بتاع الاهلي كان مستني التتويج يعني، فقال له انا عايز الجوانتي، قال له جدا قال له جدا اصبر بس شويه اخش واغير بتاع، فيبدو انه يعني هو مش نسي بياخد شاور كده فمصطفى راح قايل للراجل لو سمحت قول له، فدخل فقال لي فوجئت لقيته طالع لي وجايب لي الجوانتي ومضي عليه وجايب له ثلاث تيشرتات من بتوع التسخين بتوعه الله ومدهم له. فده وخلي بالك ده الولد الجون الثالث بتاع النادي، جون صغير يعني وده نوير، فلما بتعمل ده وده درس للكباتن الكبار بتوعنا هنا اللي ما بيرضوش يسلموا على الناس، ده نوير يعني. فمصطفى بقى هو رايح بيحبه جدا فراجع بيعشقه اكتر. انا ما بطيقش شيلتون من يوميها مثلا، انا مش بهزر بكلمك جد اكيد. فقد ايه قيمته وقد ايه قيمته بقى في الملعب؟ معلش انا كل شويه بديك حته كده يعني. لا يعني انا عايز اكتب بقى عشان ايه. طب البايرن هل هو كده المرشح الاول؟ الوضع دلوقتي الحالي هيخليني اقول لك ان بايرن ومانشستر سيتي ممكن يبقوا في النهائي لو ما تقابلوش، بس هل من هنا لحد الوضع ممكن يبقى مختلف من هنا لكنه لو الامور مش الطبيعيه البايرن وسيتي وبايرن ما تقابلوش، انا شايف ان هم دلوقتي ممكن يتقابلوا في النهائي. احمد بي اس جي ها؟ لا لا هو بايرن والسيتي وليفربول. ليفربول لسه بتراهن عليه. طيب عشان وقتنا بيجري تعادل الزمالك مع تونجس صور احمد مجدي، يلا بينا نشوف ليه تعادل الزمالك مع تونجس وهنشوف ليه خسر الاهلي من. طب ناخد مع امير الاول الاهلي مع سيمبا التنزاني طبقا للصور اللي موجوده في حكم المفاجاه الهزيمه. طبعا مفاجاه جدا. بس في حاجه مهمه جدا عايزين نقولها للناس. خلينا بس نشوف سيمبا ليه استحق الفوز. ده الضغط اللي كان بيمارسه سيمبا على دفاع الاهلي. طبعا الناس كانت بتتكلم عن فكره ان الاهلي ابتدى بثلاثي في خط الوسط، بس دي حاجه مهمه جدا ان سيمبا نديله حقه. احنا شايفين اتنين بيضغطوا على بدري بانون اللي هو مميز في لعب برجله، وواحد بيضغط على الجبهه اليسرى اللي فيها محمود وحيد اللي غياب علي معلول، يبقى معنى كده ان الراجل ديو جوميز ده ذاكر الاهلي كويس جدا. عارف ان بدري بانون هو اللي بيلعب برجله وفي مشكله هنا في الشمال. طيب اكرم توفيق هو اللي كان بيميل على محمود وحيد. نكمل بقى الصور ونشوف ضغط سيمبا وصلنا لايه. وصلنا ان الكوره دي راحت لاكرم توفيق معرفش يتصرف فيها بسبب الضغط المثالي فراح مطلعها في الاوت. طيب بنشوف بقى اللقطه اللي بعدها محمد الشناوي بيعمل حاجه الاهلي ما عملهاش يمكن من ايام من ايام فايلر من قبل موسيماني حتى. محمد الشناوي بيلعب كره طوليه بسبب ان هو مش عارف يلاقي زاويه للتمرير. مظبوط ضغط مثالي. طب الكره الطوليه بتاعت الشناوي دي راحت فين؟ راحت اوت. فالاهلي كان بيخسر اي فرصه ان هو يبني اللعب من تحت. خصوصا ان ثلاثي الارتكاز محدش فيهم بيقدر يلعب الدور رقم 8 او يسلم بشكل كويس. طيب نكمل بقيه الحالات يا جماعه برضه. يلا جماعة. دي مشكله كانت واضحه جدا واعتمد عليها سيمبا اللي كل كراته كانت رايحه عن طريق ميكي سوني على الجانب الشمال، ان اكرم توفيق هو اللي كان بيلعب ناحيه محمود وحيد، وانا مش عارف ليه تحديدا موسيماني اختار اكرم توفيق، يعني لان اكرم توفيق دايما كان بيشتغل مع محمد هاني ناحيه اليمين طبعا بالظبط. بس طبعا كانت جبهه مستباحه بنشوف لقطات زي دي لقد ايه كان يعني تمركزات لعيبه سيمبا في الحته دي قادره ان هي تستغلها بشكل كويس. نكمل بقيه اللقطات كلها بتعرض نفس وجهه النظر دي، ان دايما كل الفرص والخطوره كانت جايه من الناحيه دي. حتى في الشوط الثاني برضو الفرص والخطوره جايه من الناحيه دي. محمود وحيد الحقيقه حاول على قد ما يقدر على قد امكانياته على قد خبرته، لكن الوضع كان صعب جدا خصوصا ان كان في غياب من الدعم. نكمل اللقطات يا جماعه، هي كلها بتشرح نفس وجهه النظر، هي نفس المشكله ان اكرم وحمدي وديانج الثلاثه كانوا بيلعبوا على خط واحد، فطبعا يعني ما كانش في كمان دعم دفاعي. يعني
كل اللقطات بتوضح نفس المشكله. الاهلي كان جبهته الشمال مخترقه بشكل كبير جدا بسبب غياب الدعم من الثلاثي. طيب المشكله الثالثه اللي احنا هنتكلم عليها ايه؟ هي الجاب الكبيره اللي كانت ما بين خط دفاع الاهلي وخط الوسط والهجوم. كل المساحه دي فاضيه يا كابتن شوبير. بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش السوليه اللي بيقدر يلعب رقم 8 ومفيش قفشه اللي بيقدر يلعب دور صانع الالعاب. فكان اللي بيضطر موسيماني ان هو يروح منزل اجايي يضحي بيه وينزل اجايي علشان يستلم هو ويلعب دور رقم 10، فخسر الجبهه اليمين، خسر الجاب دعم من الجبهه اليمين، وفي نفس الوقت خسر لاعب مهم في الهجوم. الجاب واضحه جدا جدا من ابرز مشاكل الاهلي طبعا، وده يعني بنقول ان سيمبا عمل ماتش كبير ويستحق الفوز. زمالك تنجز لقطات ولا لقطات؟ اتكلم لقطات هتتعرض لك حالا. ده تحرك من المسلوسي، عمل ماتش كويس جدا جدا جدا. صحيح. ده اسامه فيصل بيتحرك كويس جدا في المساحه. الناحيه الثانيه اوباما، ده تحرك مثالي للمهاجم بالذات لما تكون ماشي وفي مساحه قدام. ده بلوك دفاعي من نادي الزمالك. وبص بقى كابتن، المشكله كانت عند الاهلي اللي مش موجوده عند الزمالك، اللعيب اللي هيطلع عليه اللي هو اللعيب اللي هيعمل تحول عليه. الكره عملوا بلوك كويس جدا دفاعي، الكره اتقطعت. بص بقى اوباما وبص بن شرقي، اوباما نزل خد الكره وبن شرقي بدا يعمل ايه؟ بدا يتحرك، والمساحه عامله ازاي؟ الراجل لف ومشي. بص بعديها او المساحات فضيت والراجل بن شرقي مشي وبالكوره، والراجل اسامه فيصل شغال في المساحات. وبعد كده بدات هجمه هجمه من هجمة من تحت لفوق. طبعا طبعا. بس في بقى مشكله اللي بعد كده ماشي الصوره، التحرك بقى. بص يا كابتن، المشكله اللي عند نادي الزمالك الناس بتقول لك الفينش زائد الفينش كمان، ان مفيش ما تحسش ان في حاجه التحركات مفهومه او معروفه من نادي او لعيبه نادي الزمالك بالذات لما تخش البوكس. احمد فتوح اشتغل كويس جدا جدا من ورا بن شرقي، ولكن التحركات اللي في جوه منطقه الجزاء ما كانتش مظبوطه. دي هجمه لتونجيث، مفيش طبعا ضغط لنادي الزمالك والمساحه فاضيه. بعد كده تمشي، دي مشكله بقى المسلوسي. انت لما بتلعب اثنين مهاجمين لازم ثالث موجود. يعني الطبيعي لو انت ثلاثه ضد اثنين ما يبقاش اثنين ضد اثنين. الراجل استلم وعمل 1 2، لسه المسلوسي كان بيهاجم واشتغل. بص برضه عبد الله جمعه كان لازم يغطي بسرعه جدا جدا يخش جوه الملعب. دي الفرصه الوحيده اللي جت، كانت ممكن تقطع المباراه. بالظبط. نعم. ده برضه الزمالك بيدافع بثمان لعيبه، بس بص عشان يشتغل التحول عندك اوباما وعندك امام عاشور. واقفين كويس جدا جدا الزمالك. بعد كده هتمشي الكوره او بدا يمشي بالكوره وبدا يشتغل في المساحه الفاضيه. ده تحول. الاهلي كان ناقصه الحته دي في ماتش سيمبا. امشي بعد كده، تحرك هايل من اوباما، خد في المساحه. الناس تحول، في اربعه بيتحولوا على اربعه، يعني اربعه ضد اربعه، وده تحول سريع جدا جدا. دي بقى المشكله اللي ظهرت. اوباما بعد ما عدى بالكوره ما بصش حتى كابتن. لو كان بص لمروان، ومروان برضو انا عيب على مروان، لمروان كان بعيد قوي. ايوه كان لازم يبقى يظهر في الصوره، لازم يظهر في الصوره اللي انا حاططها في بالظبط. كان ظهر، كان ساعتها يقدر يتكلم مع اوباما. طبعا اوباما ما كانش قدامه الا امام عاشور. ده جزء دفاعي النادي الزمالك كويس جدا، واقف كويس جدا جدا برضو. وبص على اوباما، اوباما موجود فين؟ الكره بتخش في وسط المربع الدفاعي ده، بتتقطع وبيشتغل برضو التحول. بعديها اهو اوباما استلم الكره ولف. بعديها راجل مروان اشتغل ومشي بالكوره، وده ذكاء منه اللي هو وقف. لازم يستنى اللعيبه اللي تحتيه بالظبط، لان في لعيبه بتاخد الكوره وتطلع تجري. مظبوط. بعديها الراجل، انا بصراحه كنت شايف ان مروان يبتدي الماتش. لانه كان الانسب طبعا، كان ماتش الاسماعيلي كمان بشكل كويس. بص المساحه اللي في ظهرهم، امام عاشور عمل 1 2 مع اوباما واشتغل، اللي هي الكره بعد حلو قوي، اتعملت الشوط في العرض دي حلو قوي قوي. فالزمالك قدم مباراه كويسه جدا جدا جدا، ولكن كان ينقصه التهديف. انا كمان بس يعني لو سريع لا لو معايا بس 30 ثانيه، انا عايز اقول ان الزمالك فعلا عمل مباراه كويسه جدا، لكن ينقصه حاجه واحده بس. ان هو لسه مفتقد كواليتي مصطفى محمد، ولسه اللعيبه حتى كمان مش بعيدا عن الجمهور وبعيدا عن المدرب، اللعيبه في الملعب نفسها لما بيوصلوا لمنطقه الجزاء بيحسوا ان هم ناقصهم مصطفى محمد، فبيضطروا ان هم يعتمدوا على نفسهم بشكل فردي. امير عبد الحليم بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. كابتن احمد مجدي ربنا يخليك، شرفتنا ونورتنا، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح للفاصل، بعد الفاصل القسم الثاني، وعندنا النهارده شويه لقطات هتعجبكم جدا مع سعيد لطفي ورضا الصنباطي.
الدرجه الثانيه واللي بيحصل فيها ايه؟ كابتن سعيد لطفي مش عارف اقول لك يا كابتن سعيد وحشنا حبيبي يا كابتن وحشني كتير والله هرب مننا ملعب الناشئين جبناك في الدرجه الثانيه على طول يا كابتن وراك أنا. وراك مش هنسيبك حبيبي يا كابتن ده شرف ليا والله يا كابتن واللي منورني منورك ومنور الجميع كابتن رضا الصنباطي مساء الفل يا كابتن رضا مساء الفل يا كابتن مساء الفل يا كابتن سعيد ومساء الفل على المشاهدين منورنا ومشرفنا ده نور يلا بينا نروح لتقرير عن مباراه المنصوره وحرس الحدود اللي اقيمت في المنصوره والمنصوره خسر 1-0 طبعا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه مرحله بناء الفريق اي فريق مرحله مؤلمه جدا انت بتعمل فريق جديد انا ماشي من عندي الفرقه كلها ما عدا اتنين لعيبه اللي هو خالد سامي وفيليكس هم بس اللي باقيين في الفريق فدي حاجه صعبه جدا لازم يبقى في تعثرات طبعا وترجع مره ثانيه اي فرقه في العالم بتبدا تبني فرقه جديده فرقه مبنيه في اسبوعين يعني انا كنت بلعب ماتش الجونه يوم مش عارف قبليه باسبوعين كنت بلعب الجونه بعديها باسبوعين على طول لعبت ماتش دمنهور في الدوري الممتاز به فكان الموضوع صعب جدا تكون فريق في اسبوعين حتى في ظل الكلام عن عدم الهبوط والهبوط كنت مش عارف تجيب لعيب دوري ممتاز ولا لعيب ممتاز به فطبعا بناء الفريق طبعا مرحله مؤلمه لعب لسه يوم الاحد فطبعا دي كلها ضغوطات كبيره جدا على الفرق كلها بتضغط اللي فوق بيضغط اللي تحت ودي كويس جدا بالنسبه لنا ان المنافسه بين اكتر من فريق عشان خاطر بيبقى في قوه في المنافسه فاركو موجود ابو قير موجود الاولمبي موجود بلدية المحله موجود الحرس موجود خمس ست فرق في دائره المنافسه اعتقد العمليه هتبقى مشبان غير في اخر الموسم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين تعبنا الفتره اللي فاتت جامد الكره ما كانتش ماشيه معانا ربنا كرمنا النهارده و معنا جهاز محترم يعني ما كانش يستحق الفتره اللي فاتت اللي كان بيحصل كان ملازمنا سوء توفيق بطريقه غير طبيعيه الماتشات بس الحمد لله رب العالمين ربنا يكرم يعني دي تكون بدايه لينا ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي باذن الله نعدل الترتيب ونوصل يعني ان شاء الله باذن الله للهدف اللي احنا عايزينه مجموعة اشتعلت يا كابتن سعيد فاركو يعني قلب الترابيزة زي ما بيقولوا يا كابتن خالص فاركو ابتدى يتصدر وابتدى وراه بلدية المحلة يعني ينافس معاه ويمكن بلدية المحلة كمان لها مباراة مؤجلة ابو قير الاسمدة يعني برضو ابتدى كان ماشي كويس ابتدى يتراجع نسبيا للمركز الثالث الاولمبي برضو يعني بقاله فترة مستمرة زي ما هو في نفس المركز الحدود اللي كان ماشي كويس وبعد كده تراجع وبعد كده ابتدى كسب المباراه الاخيره اللي احنا شفناها مباراه الاولمبي ودي كانت بعد استقاله كابتن محمد حليم ثم عودته مره اخرى لقياده الفريق وقدر ان هو يكسب المنصوره في مباراه صعبه جدا لان المنصوره من الفرق اللي صعبه تكسبها على ملعبها كابتن شوبير قدر ان هو يفوز 1-0 عايز اقول لحضرتك نتائج الجوله 13 وبعض نتائج الجوله 14 الجوله 13 اللي الرجاء فاز على بيلا 1-0 وفاركو على سبورتنج 1-0 تعادل ايجابي 2-2 بلديه المحله وابو قير الاسمده وتعادل سلبي بين كفر الزيات والمنصوره تعادل ايجابي 1-1 حرس الحدود والاولمبي وكفر الشيخ بيفوز على الجزيره 2-1 ودمنهور مع الكيرن 0-0 ونفس النتيجه بني عبيد مع الحمام اتفضل دي جوله دي اللي قلناها جوله 13 الجوله 14 تلعب بدات النهارده اتلعب فيها اربع مباريات الاولمبي تعادل سلبي مع عمليه كفر الزيات بلديه المحله بيفوز على سبورتنج في مباراه قويه جدا مباراه صعبه 1-0 فاركو فوز مريح على بيلا 6-1 والرجاء بيتعادل سلبيا مع بني عبيد عندنا بقى ان شاء الله مباريات الاحد دمنهور مع الحمام وتكرنس مع الجزيره وكفر الشيخ مع حرس الحدود والمنصوره مع ابو قير للاسمده خلينا اقف عند فرقتين فرقه المنصوره ونتائجها السيئه جدا وايضا فرقه بلديه المحله عفوا فرقه ماليه كفر الزيات والسنه اللي فاتت كان حاجه والنهارده حاجه ثانيه خالص طبعا فريق ماليه كفر الزيات كابتن احمد عندهم روح كبيره جدا من اللعيبه لدرجه ان هم استمروا لمده 9 ماتشات بدون هزيمه كان عندهم تالق جدا لاحمد العيش المدافع مصطفى جمعه اداره النادي يعتبر كان في مستثمر راعي للفريق وبعد كده المستثمر مشى من طبعا رعايه النادي فالفريق دخل في ازمه لكن كان في يعتبر دور كبير جدا من كابتن ايمن مجدي كابتن احمد تعرضوا للهزيمه بعد الاسبوع التاسع 3 هزايم ثم عادوا مره اخرى
للتعادل مره اخرى. كلهم لعيبه شباب، يعني في لعيب متالق مختار سليمان، محمد العش مشي راح الاسماعيلي اظن بالفعل، ومصطفى جمعه كمان المدافع راح حرس الحدود، علشان الاثنين مشوا فحصل فريق ثلاث هزائم. بعد كده الفريق قدر يتدرج بعد اللعيبه الناشئين، يعتبر كمان عادوا للتعادل، حققوا تعادل النهارده مهم جدا مع فريق الاولمبي، وكمان الاولمبي حصل عندهم وقف المستحقات للعيبه. وهيكون في جلسه مع الجهاز الفني يوم السبت المقبل كمان هيكون في جلسه عشان يعرفوا اسباب الفريق، لان هم ناويين السنه دي سنه صعود بالنسبه لفريق الاولمبي. بس فاركو الاقرب، فاركو، لان فاركو كابتن احمد عمل يعتبر افضل تغيير فني في الدرجه الثانيه، تعيين كابتن مجدي عبد العاطي مكان الدكتور احمد عاشور، يعتبر 10 مباريات 8 انتصارات كابتن احمد وهزيمتين فقط. فده يعني ان عندهم 9 انتصارات بالنهارده بالفعل، يعني طبعا عندهم مدرب كبير جدا. يعتبر هو 8 انتصارات لكابتن كابتن مجدي، هجوم عنده 27 هدف بالفعل، وكابتن مجدي كمان عنده التجربه الكبيره صعود مع اسوان البلديه. اللي هنتفرج على تقريره دلوقتي مع سبورتنج، ناخد تقرير بلديه ونرجع نكمل مع ضيوف الاعزاء. البلديه وفوز هام جدا على سبورتنج 1-0. اعتقد ان احنا عاملين مباراه قويه جدا مع منافس قوي جدا، المنافس الحقيقه بيعمل مميز جدا في الكرات الثابته. اعتقد كل الكرات الثابته اللي يعني لولا طبعا احنا عندنا تفوق الحقيقه من ربيع ومحمد سعيد، ولما نزلنا مراد كمان عشان الكرات العاليه، اعتقد كمان احنا بنتعامل مع الكرات الثابته بشكل كويس قوي. احنا يمكن الشوط الثاني هم طبعا متاخرين بهدف، فبالتالي هم كل تغييراتهم كانت هجوميه وفتحوا طبعا خطوطهم الدفاعيه. الحقيقه احنا رحنا باربع خمس فرص كان سهل جدا ان احنا نسجل منها ونخلص المباراه الحقيقه، لكن يمكن اللعيبه يمكن ما كانوش موفقين ان هم يخلصوا لنا المباراه. في فاولات عجيبه، انا اول مره اشوف حد حكم ما بيحكمش الفاولات دي، ما بيحسبش الفاولات دي، ده في فاولات فيها انذارات. لا يا جماعه احنا، انا بس بطلب من لجنه الحكام بقول لهم يا جماعه احنا فرقه بننافس، احنا اربع مباريات ورا بعض احنا بنخسر بسبب للاسف الشديد اخطاء تحكيميه. بذل مجهود كبير جدا اللي بداوا واللي نزلوا، في ناس بدات وحش بدايه ما كانتش كويسه يمكن اثرت فينا شويه، انما اجمالا حتى لو في حد وحش هقول عليه كويس، يعني الحمد لله، يعني هم بيلعبوا تحت ضغوط، بيلعبوا في ملعب الخصم، قدروا ان هم يظهروا بشكل كويس على مدار المباراه. الحكم كان ليه تاثير كبير جدا في النتيجه، سواء على ابقائها ب1-0 او عدم تعديلها او ركلات جزاء او احتساب وقت بدل ضايع، حاجات كتير جدا. انا كنت شايف كابتن رمضان اكيد اتكلم في الموضوع ده، يعني باستفاضه انا راجل خسران بقول الكلام ده وهو راجل كسبان بيقول الكلام ده. الحكم على فكره شخصيه مهذبه جدا ومحترم، واحنا اتكلمنا معاه حتى باحترام بين الشوطين. لعيبه البديه وقعهم في الارض متعمدين، كلنا باين حافظين الموضوع ده، لقوا فيه هجوم كان هجوم سبورتنج مهاجم، وقعوا بدقايق اكتر من مره، اعطانا دقيقتين وقت ضايع. اتكلمتوا بمنتهى الادب. الحمد لله طبعا النهارده مبروك للعيبه والجهاز الفني والجمهور اللي كان موجود. هارد لك لفريق سبورتنج المحترم. طبعا الموسم ده الحمد لله فضل من عند ربنا مختلف عن الموسم اللي فات، اكيد كان في اخطاء الموسم اللي فات الحمد لله تداركناها. كابتن رمضان السيد السنه دي موجود من نهايه الموسم اللي فات، عمل استقرار الى حد كبير جدا في رؤيه اللعيبه بتاعه الموسم اللي فات مع اللعيبه اللي جابها، فده كان عامل مهم جدا، عامل الاستقرار في المباريات. نعم كانت فتره الاعداد مضغوطه جدا، تلاحم الدوري بسبب الموضوع كورونا كان عامل ازمه، لكن الحمد لله يعني ماشيين لحد دلوقتي بشكل معقول. لسه الدوري طويل، نفس طويل، نفسه أطول، هو اللي يقدر يكمل المنافسة إن شاء الله. رضا، عشان ننهي المجموعة دي، البلدية كده بقى في المركز الثاني، مباراة أقل من فاركو، لو فاز يبقى 27، أقل فريق دخل فيه أهداف 6، هجومه بقى 15 مش بطال، أبو قير وراهم ب 23 بونت، الأولمبي ب 23 بونت، الحدود ب 22 بونت، ما زال الصراع مشتعل بالفعل. يعني كمان الثقة يعتبر فريق فاركو، لكن شايفين ان فريق حرس الحدود قادم كمان يعتبر في المركز الخامس، لكن هو الافضل ايضا فنيا مع فريق فاركو مع البلدية. والبلدية يشكروا كابتن احمد ان كان عندهم ازمة لمدة شهرين ومع ذلك يكون في المركز الثاني، فده انجاز للفريق، وكمان ناقصهم وراه يعني ممكن يقربوا كمان من فريق فاركو. لكن الهبوط والازمة بان عبيد طبعا بعد وفاة الدكتور هرماس، اصبح عندهم ثلاث تغييرات فنية، كابتن عادل صديق، كابتن وائل قباني، ثلاث مباريات
المباريات رحل، تم تعيين كابتن عبد اللطيف الدوماني لقاد الفريق في مباراه الحمام وتعادله سلبيا مع فريق الجزيره وبيلا والحمام طبعا في المراكز الاخيره، مع فريق سبورتنج اللي كان بادئ بدايه جيده جدا طبعا منطقه الامان المنصوره ديكيرنس ايضا اللي يعتبر مع كابتن سعد فاروق، لكن 16 بونت واللي تحتهم 13 مهدد يعني بالفعل يس لكن الثقه كلها والشكر في فريق مليون كفر الزيات اللي في المركز الثامن وايضا كفر الشيخ برغم الازمه الماديه. لو بصينا سريعا لمنتخب الجوله هيكون احمد خير اللي عمل 6 كلين شيت في الدوري طبعا، وسعيد احمد الرجاء حارس الرجاء سليمان عبد الرب وفاركو احمد حاتم باك يمين ديكيرنس محمد صالح باك شمال مليون كفر الزيات مروان شاهين الاولمبي سعيد احمد كمان بالفعل محمد ديابي الحمام علاء ناس ابو قير الاسمده حسين حمدي الاولمبي عمار شرف الدين كمان الاولمبي بالفعل محمود مقلد الرجاء طبعا شرف عمار تاني. شرف احمد خير سليمان عبد الرب وسعيد احمد احمد حاتم محمد صالح مروان شاهين محمد ديابي علاء انس حسين حمدي عمار شرف ومحمود مقلد نجم الجوله طبعا لاعب الجوله عمار شرف الدين اللي سجل اهدافين، مدرب الجوله عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفني لكفر الشيخ، افضل بديل عمر عبد المنعم لاعب كفر الشيخ، هداف طبعا المجموعه احمد كفته كفر الشيخ عمار شرف الدين بلديه المحله وانطونيو لوكاسا لاعب فاركو كلهم 6 اهداف. نروح على الصعيد ولا نروح على فين يا كابتن؟ مفيش مشكله كابتن نتكلم على الصعيد عشان انا كان ليا قبل كده مع حضرتك يعني الحلقه اللي فاتت. طيب ناخد بس النجوم هداف المجموعه ناخد فاصل عشان اعرف استفرد بيكم كويس بعد ما خلصنا هداف المجموعه اللي موجودين هدافين كلهم هدافين المجموعه برصيد 6 اقوى مجموعه دي كابتن. خلينا نروح لفاصل ونرجع معانا شويه تقارير ومعانا ملخصات كتيره واهداف كتيره خليكم معانا. نروح على الصعيد والدنيا برضو مشتعله. الصعيد لسه جاي دلوقتي رساله من زميل محمد الحسيني طبعا بغط مجموعه الصعيد معانا بيقول ان الانديه رافضه كابتن يعني الموضوع اللي هو السبت وثلاث ضغط هيبقى صعب جدا عليه يعني هتبقى ده صعب ده حتى الدرجه الثالثه كلمني استاذ حمدي مبارس في الوادي الجديد قال لي مش عارف راح يلعب فين وهيلعب الجمعه ويوم الاثنين ولا مش عارف راح يلعب في حته بعيده ثانيه خالص جاي من الوادي الجديد يعني راح يلعب في المنيا قال لي طب انا هرجع هيلعب مثلا السبت اللي هرجع لحد وبعدين يرجع يلعب تاني التلات يروح المنيا تاني قال لي لا عندي امكانيات اهبط 4 ايام ولا عندي امكانيات ارجع واروح تاني يعني امر صعب غير الارهاق والتعب كمان يا كابتن. عايز اقول لحضرتك ان كنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على مجموعه الصعيد يمكن كنت انا قلت اختلفت مع الزميل العزيز رضا الصباطي في ان مجموعه الصعيد بقول قلت هي الاسهل يعني قلت ان هي المجموعه اللي هي مش في بحري مشتعله في القاهره برضو مشتعله ولكن وجهه نظري بحري هي الاقوى حتى الان لكن مجموعه الصعيد الشهاده الدخانه كابتن يعني ابتدى يبعد شويه الماتشات بتعدي 5 بونت لسه بدري انا معاك يعني لسه في لكن واضح ان شهاده الدخان يعني ماشي اقرب شويه اقرب شويه اتلعب الاسبوع ال 14 وعندنا ان شاء الله الجوله 15 باذن الله لسه هتتلعب الجوله 14 عايز اقول ان انا فاز على شبان انا ده ديربي هنا 1-0 هنا فاز 1-0 المنيا فاز على مركز شباب سموسطه 1-0 ودي هزيمه دي يعني فوز مهم جدا للمنيا طبعا الدخان على اسمنت اسيوط في مباراه يعني كسب في اخر ثلث ساعه كان كانت المباراه كانت انا اتفرجت عليها الاسمنت الاخير الاسمنت الاخير ولكن الشداد الدخان قدر ان هو يحسم في اخر ثلث ساعه احرز هدفين الالومنيوم على طهطه 3-0 مباراه سهله جدا للجهاز الفني واللاعبين تليفون بني سويف فاز على بني سويف العقده بتاع بني سويف على طول بني سويف العقده يبقى طالع دوري ممتاز التليفونات يكسبوا على طول والمباراه دي اتذاعت وانا اتفرجت عليها في ملعب الاسيوطي سوهاج فاز على الفيوم 1-0 وبترول الاسيوط بتعادل مع الاعلاميين 1-1 ودايرود بيفوز على كيما اسوان الله يقدر يرد لهم السلامه ده الحصان الاسود في انا بعتبره في السنه اللي فاتت كانوا نازلين ما شاء الله السنه دي ماشيين بشكل يعني رائع الجوله القادمه ان شاء الله 15 يا كابتن انا مع كيما اسوان وديروت مع بترول اسيوط الاعلاميين مع سوهاج الفيوم مع تلفون بني سويف وبني سويف مع الالومنيوم مباراه قويه جدا جدا طبعا. جدا طهطه مع الشرقي الدخان وانا عايز اقول ان كابتن ضياء الزعيم تولى المهمه يعني في اول مهمه ليه اول لقاء ليه مع طهطه هيبقى مع الشرقي الدخان وانا شايف انها هتبقى مباراه صعبه جدا على الشرقي الدخان رغم ان طهطه قبل الاخير اسمنت اسيوط مع مركز شباب سموسطه والمنيا مع شبان انا الترتيب الدخان بينفرد بالصداره برصيد 33 نقطه وراه المنيا 28 ديروت 25 والالومنيوم 25 والاعلاميين 22
وعشرين من تحت كده اسمنت اسيوط يعني بخلاص كده يعني معرفش في ايه، ست نقاط في المركز الاخير، فوق طهطا 11 نقطه وكيما اسوان 12 ومركز شباب سموسطة 13 وتليفونات بني سويف 14 وبترول اسيوط 15 نقطه. تشكيله الجوله المجموعه الاولى مجموعه الصعيد احمد معوض حارس مرمى تليفونات بني سويف، خط الظهر اربعه محمد اسماعيل انا، وائل مصطفى تليفونات بني سويف، محمد ابو سريع شريه الدخان، احمد حاتم سوهاج. نص الملعب اثنين، رامز ميلاد ديروط، محمود بيليا المنيا، قدامه ثلاثه محمد اسامه الاعلاميين، محمد جمال تليفونات بني سويف، ومحمد حسن شريه الدخان، ومهاجم وحيد وائل علي من الالومنيوم. لاعب الجوله هو محمد حسن لاعب الشرقيه للدخان، ومدرب الجوله في المجموعه الاولى هو كابتن محمد جمال المدير الفني لفريق تليفونات بني سويف اللي قدر ان هو يكسب بني سويف 2-0. وافضل بديل في المجموعه مراد صبري مهاجم الالومنيوم اللي كان عليه كلام في مفاوضاته مع الزمالك، وهداف المجموعه وهداف الدوري هو اسلام عبد الراضي، لاعب اسلام عبد الراضي احرز 10 اهداف، لاعب الالومنيوم، لاعب اسلام عبد الراضي ديروت، ديروت اسلام عبد الراضي ديروت. والله عاملين شغل زي الفل يعني، لكنه نقول الشرقيه الدخان فارق 5 نقاط، فاضل مباراه في الجوله الاولى من الدور الاول، الجوله الاخيره من الدور الاول، ولسه دور كامل يا كابتن. لسه بدري يا كابتن. طبعا يعني، بس انا بقول انا يعني احساسي كده الشرقيه الدخان مصمم السنه ده يا كابتن. طيب عندنا فصل وبعدين عندنا مجموعه القاهره اللي فيها بعض كمان انديه بحري، خاصه نادي طنطا اللي هو لغز كبير جدا، لكن تولى حسن موسى تدريب الاسبوع الماضي وبدا مع جمهوريه شبين وتعادل هناك بدون اهداف. كابتن رضا نروح لمجموعه القاهره. مجموعه القاهره كابتن شوبير كان في تراجع غريب طبعا لفريق بورتو بعد هزيمتين من السكه الحديد ومن الترسانه 4-1 بعد سلسله من الانتصارات لحد الاسبوع الحادي عشر، كمان كان في تصدر لفريق الداخليه بقياده كابتن هشام زكريا اللي حقق الصعود طبعا مع الجونه ومع وادي دجله، وكمان بيأدي اداء جيد جدا مع فريق الداخليه. كان في هزيمه غريبه جدا للترسانه امام فريق النجوم، لو شاهدنا هذه المباراه هنشوف كميه فرص غريبه لفريق نادي الترسانه، وكان في تألق ل محمد جمال طبعا حارس مرمى فريق النجوم. النجوم فاز 2-1 بهدفين، هدف من ركله جزاء لاحمد ايمن، وهدف من تسديده من 30 يارده لاحمد ايمن اللاعب اللي كان معار كابتن شوبير لفريق نادي اسوان. في بدايه كويسه للعجوز برضه نديله حقه. طبعا بالفعل ثاني مباراه لكابتن احمد العجوز مع فريق نادي النجوم. كمان فريق زد اف سي اللي في المركز الخامس 20 نقطه، كان في تعادل مع فريق سيرس الليان 2-2، مباراه كان فيها تألق كبير جدا لزد في البدايه، ثم طبعا فريق سيرس اللي عاد للمباراه. السكه الحديد وكوكولا مباراه كانت ممتعه جدا، فوز كوكولا 2-1، وكمان فريق كوكولا اللي اهدر ركله جزاء عن طريق حسام عبد الواحد طبعا 2-1. واضح النجوم في الثواني الاخيره بالفعل كان هدف رضا الوشي، هدف رضا الوشي واحد يعتبر من الوشي، ما اعرفش زيد سابوه ليه. بالفعل رضا الوشي يعني متالق جدا كابتن شوبير، حتى كمان لما كان راح نادي مصر كان عاد كابتن سعيد مع فريق نادي مصر، كان سبب في صعودهم لما سجل اكتر من هدف في الدور الثاني. كمان نشوف ده النجوم هدف من 30 يارد احمد ايمن، وكابتن شوبير هو كان بيلعب مع اسوان، كان معار لنادي اسوان في بدايه الموسم، ثم عاد مره اخرى لفريق نادي النجوم. هدف رائع جدا ومن اجمل اهداف هذه الجوله. بالفعل كمان نشوف التراجع كابتن حسن موسى كان راضي على نقطه من التعادل مع فريق جمهوريه شبين. نتائج الجوله كانت جمهوريه شبين مع طنطا تعادل سلبي، فوز الداخليه على الزرقاء 1-0 بهدف احمد العوض من ركله جزاء، زد اف سي 2-2 مع سيرس الليان، منتخب السويس اتهزم من فريق النصر 3-1. السويس دايما بيبدا كويس بعد كده. توقعناها كابتن شوبير لكابتن ايمن المزين 2 تعادل وهزيمه، لكن كابتن ايمن المزين بيغيب عنه حوالي 9 لعيبه للاصابات. الترسانه والنجوم، فوز النجوم 2-1، السكه الحديد وكوكولا
فوز كوكولا 2-1. غدا هيكون مباراه المريخ مع القناه بتروجيت مع بورتو في استكمال الجوله ال 14. مباراه الجوله طبعا ال 15 طنطا مع السكه الحديد، كوكولا مع الترسانه، النجوم مع بتروجيت، بورتو مع المريخ، القناه مع منتخب السويس، النصر مع زد، سيرس مع الداخليه، الزرقاء هيستضيف جمهوريه شبين. وكابتن شوبير بعد خطاب من اتحاد الكوره بضروره تحديد ملعب لفريق نادي الزرقاء، تم تحديد ملعب اهلي فرسكور لنادي الزرقاء. عندهم ملعب وعندهم كل حاجه، الراجل عمل مدينه كامله اسمها عندهم موسى. اكل قال لي يا ريت عندهم اكل سي فود، ده حاجه عظيمه. طبعا كان مسؤول على الموافقات الامنيه لفريق نادي الزرقاء، لكن ملعب اهلي فرسكور ابو الكرم والله سمير موسى والناس بتاعته راجل جميل والله، يعني عكس ما يقال على الضمايط والله، كل الكرم، حاجه جميله جدا. وكمان تم تحديد الاسبوع طبعا مباراة طنطا مع نادي فريق نادي الزرقاء هتكون يوم 3 مارس، مباراة الدور الثاني هتكون 7 مارس، يعني في 4 ايام. يعني ما زنقت الماتشات دي يا جماعة، حرام 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 حرام، عذاب عذاب، في وقت وفي مساحة، عذاب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن، عذاب. ضغط المباريات بسبب كأس مصر كمان هو السبب في ضغط المباريات. لو سريعا طبعا منتخب الجولة، مصطفى عبد الستار حارس مرمى الداخلية، ابراهيم فاضل مدافع طنطا، هارون اسماعيل مدافع الداخلية، محمد عبد الرحمن باك شمال، سيرس الليان، احمد ايمن المتألق باك يمين النجوم، احمد شيكو سيرس الليان وسط الملعب، محمد يسري كوكولا وسط الملعب، احمد الشناوي زد اف سي، اسلام الفار جناح، جون افيري طبعا كوكا كولا المهاجم، رضا الويشي كوكا كولا لاعب الجوله، احمد ايمن لاعب النجوم اللي سجل هدفين. مدرب الجوله الكابتن احمد العجوز المدير الفني لنادي النجوم، افضل بديل رضا الويشي لاعب كوكا كولا وحصد الثلاث نقاط، هداف المجموعه ايهاب فؤاد لاعب الترسانه 6 اهداف. هل طنطا ما زال عنده امل في البقاء ولا لا؟ ما زال عنده امل. مع التغيير ده ممكن يحصل جديد يا كابتن، وطنطا لو كسب ماتشين بس يا كابتن، انت بتتكلم ان طنطا في المركز الاخير، يعني نعم، يعني مش يعني ماتشين يا كابتن هيدخل 8 نقاط، ماتشين هيبقى في اللعبه. طيب خليني اقول لي بسرعه، عندك بعض الاخبار قولها لي سريعا. عندنا بعض الحاجات كده يا كابتن، اللي هي الاحصائيات من الثلاث مجموعات. عندنا المجموعة الأولى الصعيد 112 مباراة في المجموعة الأولى، 72 فوز منهم 47 داخل الأرض، نعم، و25 خارج الأرض، نعم، 40 تعادل سلبي منهم 40 تعادل منهم 17 سلبي و23 إيجابي، 209 هدف في المجموعة، شيرات دخان الأكثر فوزا ب 10 انتصارات، والأقل هزيمة واحدة، هزيمة واحدة من ديروت هو شيرات دخان برضو، سمنت أسيوط الأقل فوز بدون انتصار، انتصار وحيد في المسابقة، والأكثر هزايم بثمان هزايم. الهداف اسلام عبد الراضي لاعب ديروط، هداف المجموعه وهداف الدوري. 4 أندية بس قامت بتغيير الاجهزه الفنيه، وهي بني سويف وطهطا وإنا وبترول اسيوط. طيب بسرعه، عندنا اخبار متنوعه، ابرزها اصابه عبد الرحمن الدح، لاعب طنطا طبعا، وده كنا بنتكلم على لعيب كويس جدا، مواليد 99، مهاجم، اصابه بالرباط الصليبي، وفي لاعب كمان محمد الزيني لاعب سمسطى نفس الاصابه. ملعب اهلي فرسكور زي ما قال الزميل رضا، خلاص هياخد يعني ملعب الزرقاء، هياخد ملعب اهلي فرسكور في دمياط. غياب 9 لاعبين عن منتخب السويس برضه رضا قالها. كمال الزين طبعا المدير الفني شبان قنا بيقول ان الازمه لا بتهدد مسيره الفريق، واللوم بيقرر ايقاف المستحقات الماليه بسبب النتائج. ملعب صخب يستضيف مواجهه بيلا مع بلديه المحله، نعم، وقلنا غضب الانديه بسبب ضغط المباريات واعتراضهم. وفي مباراه طبعا الزرقاء مع طنطا يوم 3 مارس في الدور الاول، و7 مارس مواجهه الدور الثاني، وفي خطا اداري تسبب اعاده مباراه اتحاد بسيون مع الزعفران، ده طبعا ده في القسم. طالما جبنا سيره القسم ده بسرعه، هنشوف مسخره ومهزله حصلت في مباراه صيد المحله وكوم حماده، وحصل بصوا لحضراتكم بعد المباراه معركه حصلت الحقيقه، وتم اتخاذ قرارات عنيفه، وللاسف الشديد بحذر اهو بنبه من دلوقتي، انا خلاص بقت معركه لسه موجودة. يا كابتن ده لسه ما حصلش حاجه، لسه انا بيني وبينك بشيل شويه لانه عيب، يعني انه ده يعني اتزعنا، بحاول بس يعني بقدر الامكان بعرض. بص كل ده في الملعب الحقيقه، كان صيد المحله فاز، كوم حماده زعلانين بيقولوا انه الحكم صاحب المدرب بتاع صيد المحله وما اداش ضربه جزاء، والملعب كان الماتش كان في ملعب محله حسن، واتخذت قرارات كثيره جدا جدا. وللاسف الشديد بدات قصه قبل ماتش الاهلي والمصري، كلنا كنا مفكره بيضحكوا هاتوا معاكوا كفانكوا هاتوا مش عارف ايه، نفس الكلام مكتوب، ولو جيتوا كوم حماده، كوم حماده دي بلد ابويا على فكره، لو جيتوا هاتوا كفانكوا معاكوا، ونفس القصه ونفس الحدوته، التاريخ بتاع زمان مش هينفع دلوقتي. بقول لحضراتكم وبنبه، ما رضيتش احط الحاجات دي على الشاشه لانه عيب ان انا احطها، وعيب انه ده يحصل، خاصه ان في مركز شبابكم حماده موجودين في المجموعه كمان، فبيروحوا صيد المحله هناك،
هنستنى بقى متربصين لبعض. لازم في ناديكم حماده وفي نادي وفي مركز الشباب كم حماده. مركز الشباب طبعا يعني نعم المشكله مركز الشباب طبعا المشكله مركز الشباب مع صدر المحله هم رايحين يلعبوا نادي كم حماده ويلعبوا نادي كم حماده ونفس الملعب. وكمان كابتن شوبير هو خطا التحكيم كان فيه خطا في البدايه هدف لفريق صدر المحله تم الغائه تسلل. كان في ركله جزاء زي ما شاهدناها كان في ركله جزاء لفريق مركز شباب كم حماده. لاعب فريق صدر المحله شادي اسماعيل افتعل مشكله في البدايه فحصل اشتباك بين الطرفين. شريف عبد الحميد لاعب صيد المحله قام بالتعدي على لاعبي كوم حماده. لاعبي كوم الحماده قام برد الفعل على فريق طبعا صيد المحله. هنا الحكم كان ليه دور قام بطرد اللاعب محمد جمعه لاعب مركز شباب كوم حماده. فالحكم طرد اللاعب شريف عبد الحميد من صيد المحله. النادي مركز شباب كوم حماده اعترضوا. طب انت ليه ما طردتش شادي اسماعيل؟ ليه بقى ما طردتش شادي اسماعيل؟ هم بيقولوا ان طبعا عشان شادي اسماعيل هو هداف الفريق فهم كانوا عاوزين على الاقل مش اسمها كده في حكم. فطبعا ده الكلام لكن القرارات كابتن شوبير كانت بناء على تقرير الحكم وتم الايقافات. انا في نص لا انا بس كابتن انا الفيديو كنت بتفرج بتفرج عليه وبسمع الفاظ في المترجمات كابتن شتيمه وسب. انا جايب 5% من اللي حصل للاسف الشديد وبنبه من دلوقتي وبحذر. كابتن سعيد نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك كابتن شوبير. بشكرك كابتن رضا نورتني وشرفتني. شرف ليا. شكرا جزيلا. خلص الكلام اعزائي المشاهدين. مسك الختام. سلام.